الرحمن الرحيم. أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في أحداث هذا اللقاء الاحتفالي الكرنفالي الجميل، احتفال فريق الفجيرة على اليوبيل الفضي، 50 عام على تأسيس هذا النادي الكبير. أمسية كروية جميلة وحدث كبير يليق أيضا بضيف هذا المساء، إنه النادي الأهلي المصري الكبير، نجم ماجد ناصر والنجم الكبير حارس المرمى علي لطفي، وهنا المذيع الداخلي هيبتدي نداء على مجموعة النجوم وكوكبة النجوم اللي هتشارك في هذا المساء الجميل هنا في الفجيرة، أحد الإمارات الجميلة والمدينة اللي بتستقبل هذا المساء، تستقبل النادي الأهلي بالزاوية الأزرق. يدخل الآن النجم محمد نجيب لاعب النادي الأهلي، الأهلي اللي موجود مجموعة من اللاعبين هيشاركوا في هذا المساء، وأيضا بيغيب مجموعة من اللاعبين. أدي النجم الكبير اللاعب هلال سعيد رقم 5، مع طبعا وجود ماجد ناصر الحارس الدولي الإماراتي، لاعب محمد هاني. مجموعة الأسماء اللي من خلال هذا المساء تشارك في هذه الأمسية، وأدي حمودي النجم الكبير محمد هاني. مجموعة اللعيبة بالنسبة لفريق النادي الأهلي، صبري رحيل، مجموعة أسماء ممتازة بتشارك في احتفالية تانية، الزيارة التانية بالنسبة للنادي الأهلي. وادي حمدان قاسم لاعب الكبير أيضا في قافلة الكرة الإماراتية، حمدان قاسم. وادي النجم الكبير وواحد الأسماء الكبيرة في تاريخ كرة القدم المصرية والنادي الأهلي، البرنس حسام غالي هيشارك كقيمة كبيرة جدا في هذا المساء. وأيضا هنا في الوجه المقابل أسماء كبيرة أيضا بتشارك في هذه الليلة. مذيع الداخلي ينادي على مجموعة الأسماء الكبيرة، وهنا الحضور الجماهيري الأهلاوي الكبير والمصري يشارك في هذه الأمسية الكروية الجميلة، يشارك طبعا أشقائه وأصدقائه نجوم نادي الفجيرة والاحتفالية الجميلة. نجم الكبير عمرو السلية كان لعب من قبل في نادي الشعب الإماراتي، تشكيلة ممتازة جدا. إدريس فتوحي وادي اسلام محارب، نجم الكبير جدا في تشكيلة النادي الاهلي في هذا المساء، اسلام محارب. وادي احمد خميس النجم الكبير النهارده اللي هيشارك مع تشكيلة فريق نادي الفجيرة، فريق اللي الحقيقة دايما موجود مع الفرق الكبيرة، والسنة دي بيصارع من اجل ان شاء الله الوصول لأداء كبير. النجم الكبير النجم الاماراتي عمر عبد الرحمن، عارفينه طبعا بشكل كبير جدا، عمر اسم كبير جدا، عمر عبد الرحمن نجم اللي كل العرب بيحبوه طبعا كقيمة وكتميمة ممتازة بالنسبة لكرة القدم الإماراتية. شارك عمر عبد الرحمن النهاردة مع النجم الكبير النجم أحمد خميس وإدريس فتوحي. ياسر القحطاني ودييجو أرماندو مارادونا، دييجو أرماندو مارادونا كابتن فريق الفجيرة، نجم الكبير جدا، 86 كأس العالم، كأس عالم مارادونا، دييجو أرماندو مارادونا قيمة كبيرة جدا ونموذج الحقيقة مارادونا، وعلاقة جميلة جدا وتطور في أداء نادي الفجيرة في هذا المساء، وأيضا مدرب الكبير لكرة القدم المصرية حسام البدري، مدرب النمبر 1، صائد كل الألقاب مع القلعة الحمراء، والمدير الفني اللي عادل رقم مانويل جوزيه في عدد المباريات المتتالية بدون خسارة. أدي النجم الكبير عمر عبد الرحمن، واحد الأسماء الكبيرة الآن اللي كل مصر الحياة بتعرفه كويس جدا، كقيمة كبيرة جدا، عمر عبد الرحمن مع علي مبخوت، مع علي خصيف، مع باقي الرفاق، مع المنتخب الوطني الإماراتي اللي بيحظى بأهمية كبيرة وبتشجيع كبير. أدي حسام البدري اسمه بيج نيم كبير ومدرب عظيم في تاريخ النادي الأهلي، ألقابه وأرقامه تتحقق وتتحدث عن نفسه. إذن البدري في مواجهة دييجو أرماندو مارادونا، كلاكيتا أول مرة. أدي دييجو أرماندو مارادونا نجم الكبير طبعا والقيمة الكبيرة، اسمه الشيخ مكتوم كما يعني استقبل بعثة النادي الأهلي أمس في هذا المساء مع خالد الدرندلي رئيس بعثة النادي الأهلي المصري، وأمسية كروية كرنفالية جميلة، احتفالية جميلة، احتفالية الأشقاء مع كابتن النادي الأهلي حسام غالي، واحد الأسماء الكبيرة. وادي على طول المصافحة الجميلة والعلاقة الجميلة الحقيقة، يعني شعبين بجسد واحد، دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، دائما حب وعشق من القلب
كما كان من القلب من المؤسس ومن بداية طبعا دولة الاتحاد دولة الامارات العربية المتحدة. حب كبير جدا جدا من القلب الحقيقة يكن الشعب المصري للشعب الاماراتي، ويتبادل الشعب الاماراتي حب للشعب المصري، حب من طرفين وليس من طرف واحد. اذا اجواء جميلة جدا هنا في هذا المساء، اجواء ممتعة، اجواء رائعة جدا جدا في هذه الليلة. نجوم كرة القدم الجميلة والنجم الكبير والأيقونة الكبيرة طبعا عمر عبد الرحمن ككابتن وكقائد وكنجم كبير لكرة القدم الإماراتية، وطبعا واحد من الأسماء الكبيرة اللي بتحمل طبعا قميص نادي العين على مستوى لعبه كلاعب كبير جدا مع النادي الكبير متصدر الدوري الإماراتي في هذا الموسم. أجواء جميلة، عمر عبد الرحمن واحد من الأسماء الكبيرة، حبة من حبات الجمال في كرة القدم في هذا المساء بتشكيلة بالنسبة لنادي الفجيرة. وادي خالد الدرندلي اسم كبير جدا طبعا مع مجلس إدارة عظيم يتصدره طبعا في القائمة بيبو محمود الخطيب، واحد من أبرز ما أنجبت كرة القدم العربية والإفريقية في كرة القدم. عموما السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بلادي لك حبي وفؤادي، عزف الآن السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والآن السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. إذن ننتظر وإياكم بداية أحداث هذا اللقاء الكبير، لقاء نأمل وتمنى إن شاء الله نستمتع من خلاله من خلال هذه الأمسية الكروية الجميلة. لقاء طبعا يعني يشرفه رئيس النادي اسمه الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي الداعم الأول للرياضة هنا في إمارة الفجيرة، وعاشق ومحب جدا لكرة القدم والرياضة بشكل عام. وهنا طبعا أمسية تتويجية جميلة وتواصل بالنسبة لأجيال تولوا يعني الوجود واللعب مع فريق نادي الفجيرة. اهتمام بالرياضة، اهتمام بالعنصر البشري كالعادة في كل إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة. هنا في هذا المساء أمسية كرنفالية وأجواء جميلة جدا الحقيقة هنا في الفجيرة، الإمارة اللي دايما الحقيقة كل ما نأتي إليها هناك جديد يذكر، سواء على مستوى البنية التحتية الرياضية الجميلة أو مستوى تطور أداء كبير جدا بالنسبة لعشق وبالنسبة لحب كبير جدا بالنسبة لكرة القدم الإماراتية. خالد الدرندلي شخصية جميلة جدا موجودة مع مجلس إدارة النادي الأهلي، النادي الأهلي العظيم اللي حقق هذا المجلس لقبين متتاليين، لقب السوبر المصري وكان هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة مع شقيقه النادي المصري، وده هنا طبعا دييغو أرماندو مارادونا اسم كبير طبعا اسم كبير ومكسب كبير جدا للفجيرة، تعاقد مع نجم وقيمة وك
يعني كحاجة رمز لكرة القدم الأرجنتينية والعالمية، حتى لما كان مدير لمنتخب الوطن الأرجنتيني واحد من الأسماء اللي غيرت كتير جدا في المونديال، إن أصبح المدير الفني هو ستار وهو نجم من النجوم المميزين. أحمد الحمادي وأحمد العبدولي وحسن الحمادي وفهد بدر رباعي التحكيم في هذا المساء، ودي الجهاز الفني والإداري بالنسبة للقلعة الحمراء بالنسبة للنادي الأهلي الكبير. بالنسبة للنادي الأهلي الكبير حسام البدري، سيد عبد الحفيظ، أحمد أيوب، سيد معوض، طارق سليمان، أنيس شعلان، محمد أبو العلا، محمد أسامة، كرم عطا، خالد محمود عبد العزيز، أسماء وجهاز فني محترم. جهاز فني بالنسبة للنادي الأهلي هو جهاز فني ألقاب ألقاب. إذن يتواصل الآن حسام البدري ويمشي على خطى مانويل جوزيه، إنما يبقى النجم الكبير ويبقى الاسم العربي الكبير ويبقى المدرب المصري والمدرب الوطني مع النادي الأهلي بتحقيقه لألقاب، يعني كل يوم يكسر ألقاب حققها طبعا مانويل جوزيه واحد من الأسماء الكبيرة. عموما نجوم النادي الأهلي النهاردة مع يعني أصدقائهم وأشقائهم نجوم نادي الفجيرة في أمسية كروية جميلة في هذا المساء. مساء جميل وأمسية كروية جميلة، ونتمنى إن شاء الله نستمتع سويا من خلال هذا اللقاء الجميل اللي هيجمع نجوم نادي الفجيرة أمام نجوم النادي الأهلي المصري لاحتفالية على 50 عام على إنشاء هذا النادي الكبير منذ عام 1968 وحتى هذا الموعد. أسماء وأجيال تعاقبت على نادي الفجيرة، احتفالية جميلة بيشارك فيها مجموعة ممتازة من اللاعبين طبعا بالنسبة لكرة القدم الإماراتية، يتقدمهم النجم عمر عبد الرحمن. أداء نتمنى إن شاء الله يكون أداء مميز، يكون أداء يتوفق في كل اللعيبة. النهاردة وجود النجم الكبير جدا والأسطورة السعودية ياسر القحطاني كنجم كبير جدا ارتدى قميص نادي العين، قميص نادي الزعيم نادي العين هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشارك نادي الفجيرة في أمسية كروية جميلة. عموما الأهلي المصري حياخد يمين الشاشة ونادي الفجيرة حياخد يسار الشاشة مع انطلاق شوط المباراة الأول. تمشي الكرة الثانية على طول إلى حارس المرمى الحارس علي لطفي. الحارس علي لطفي شناوي يتألق مع المنتخب الوطني من خلال بوابة ممتازة للقاء البرتغال. انطلاقة على طول تاني حسام غالي، تمريرة ممتازة، انطلاقة هلاوية خطيرة جدا، تصويبة لكن تمشي الكرة تاني ركنية. الله على المباراة، الله على البداية. ودي ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي دبي، نجم الكبير والحارس الوطني والحارس الدولي، واحد من أبناء هذه المدينة، واحد من أبناء هذه المدينة، من أبناء هذه الإمارة. أنا بشوف حسام غالي نجم الكبير النهاردة اللي بيلعب كواحد تحت المهاجم في هذا المساء اسلام محارب. انطلاقه اهلاويه، كره على طول عرضيه، شوف الجمهور الاهلاوي، شوف حضور جماهيري كبير جدا طبعا بالنسبه للنادي الاهلي. لو النادي الاهلي حتى راح الهلولولو تلاقي دايما عنده حضور جماهيري كبير. تقلش الكره وتعدي وتجلي، الانطلاقه الحلوه جميله ممتازه، انطلاقه لنادي الفجيره ممتازه خطيره، ممكن يسدد يصوب لكن على طول يطلع دفاعات النادي الاهلي. تمشي على طول الكره اماميه، مباراة جميلة، حضور جماهيري جميل، ولاعبي نادي الفجيرة مستمتعين بهذا الحضور الجميل طبعا والحضور المميز في أجواء مثالية جميلة بتعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة. تمشي على طول الكرة الثانية عن طريق ماجد ناصر نجم الكبير وحارس مرمى شباب الأهلي دبي والحارس الدولي الكبير مع مجموعة رفاق، هو من هنا موجود من الفجيرة وكان بداياته هنا. عبد المولى كشار مدرب من المدربين المصريين اللي اشتغل مع هذا النجم طبعا، واشتغل مع مين؟ اشتغل طبعا مع الخلوق علي خصيف حارس مرمى المنتخب الاماراتي ونجم من النجوم الكبار ايضا من ابناء الفجيره. تبقى الفجيره دائما مصنع ومنجم ذهب بالنسبه للعيبه الاماراتيين اللي دائما بيمثلوا المنتخبات الوطنيه في كل مراحلها السنيه. تمشي على طول الكره الثانيه اماميه، انطلاقه بالنسبه لصالح النادي الاهلي، موجود النهارده النجم الكبير محمد نجيب ومحمد هاني، مجموعة لعيبة عندها مباريات دولية كبيرة. ادي محمد نجيب، سعد سمير موجود مع المنتخب الوطني، مجموعة من الأسماء موجودة مع منتخب مصر الوطني. تمشي كرة تاني على طول عن طريق السلية، لاعب اللي كان ليه تجربة مع نادي الشعب الإماراتي. مرة أخرى تاني على طول في نص ملعب جوهر فرحان، جوهر فرحان يلعب الكرة تاني لكن على طول الكرة مقطوعة وخطأ وركلة حرة مباشرة. ادي على طول عمر عبد الرحمن يقطع بسرعة على طول، الانطلاقة أهلاوية خطيرة، حمودي، حمودي وأجواء جميلة لكن على طول الكورة إلى ماجد نصر. أدي حمودي ويقطع على طول تاني اللاعب وليد اليماحي، نجم كبير وليد اليماحي من اللعيبة المميزة جدا، باك ليفت عصري
وعاشق بالنسبة لروبرتو كارلوس النجم الكبير وليدي لماحي مدافع أيسر لكن مميز جدا جدا. النهارده هنشوف حمدان قاسم في الجبهة اليمنى، هلال سعيد وياسر سالم اثنين مدافعين في القلب، وليدي لماحي على اليسار، أحمد راشد وإدريس فتوحي اثنين لعيبة ارتكاز، فوق منهم عمر عبد الرحمن وعلى يمينهم جوهر فرحان وأحمد خميس على اليسار، والنجم العربي السعودي والدولي الكبير ياسر القحطاني في الثلث الأمامي. مباراة كرنفالية احتفالية جميلة بتجمع نجم الكرة السعودية ياسر القحطاني هنا في بلده دولة الإمارات العربية المتحدة، يتواجد وبقوة ويتواجد في احتفالية تاريخية بالنسبة لنادي الفجيرة عندما يلتقي طبعا أمام النادي الأهلي المصري. 125 لقب تاريخ حدث ولا حرج على بطولات وألقاب كبيرة بالنسبة للمارد الأحمر النادي الأهلي. تمشي على طول الكرة تاني على طريق عمر عبد الرحمن لعيب كبير طبعا هيمتع كل المشاهدين النهاردة عمر لما يملكه من قدرات وامكانيات ولعيب صاحب خيال وابداع. يمشي على طول تاني عمرو السلية، الاجواء مش غريبه عليه. مره اخرى تاني حمودي، النادي الاهلي بدون مهاجم صريح لكن دايما الاهلي البود بالموجود. اي لعيب يرتدي قميص النادي الاهلي فهو اهلاوي عاشق ومحب ومتيم وقيمه، ودايما في مقوله بالنسبه للنادي الاهلي: الاهلي دائما بمن حضر. السيستم بتاع النادي الاهلي لا يتوقف على اي واحد خالص في التاريخ، عبر التاريخ كانت هناك اسماء كبيره وكبيره لكن دائما الاهلي منظومه وسيستم، اللي موجود جوه المنظومه بينجح واللي بيخرج من المنظومه يعاني كثيرا. تمشي على طول الكره عمر يا ولد لعيب مهارات عاليه جدا، سلام عمر عبد الرحمن لمسه جميله ماتش حلو قوي، ينطلق على طول تاني الفجيره من الجبل اليمنى لكن يقطع دفاعات النادي الاهلي، وتمشي مره اخرى تاني من جديد في نص الملعب اهلاويه. يحاول على طول هشام محمد لعيب جامد جدا على فكره، هشام محمد من اللعيبه الممتازين بالنسبه للنادي الاهلي. هشام مرة أخرى تاني على طول باسم علي، النادي الأهلي بيأتي إلى هذا اللقاء وهو بطل للدوري المصري. تمشي على طول الكرة تاني في العمق موجودة لكن ماجد ناصر ممتاز، ماجد ناصر ممتاز. أدي إسلام محارب اللي بيلعب النهارده راس حربة طبعا، مروان محسن مع المنتخب، لاعب وليد أزارو مع منتخب المغرب، وطبعا يعني بيغيب النهارده وليد سليمان كان المفروض هيجي مع النادي الأهلي لكن إن شاء الله بنتمنى كل الشفاء بالنسبة لبنته اللي عيت طبعا و يعني تعبت فجأة فتأخر وليد سليمان ولم يحضر أيضا مع الفريق النادي الأهلي وليد سليمان. سلامات إن شاء الله بالنسبة لبنت وليد سليمان، كان نجم كبير جدا مع القلعة الحمراء، واحد من اللعيبة المؤثرين الحقيقة في الفترة الماضية وليد سليمان مع القلعة الحمراء مع النادي الأهلي الكبير. هذا على طول حمودي اختراق في العمق لكن المفروض هنا باسم أو اللاعب ياسر سالم، هلال سعيد جنب منه ووليد اليماحي، وحكم اللقاء يدي على طول خطا وركله حره مباشره. ادي احمد الحمادي طاقم التحكيم الاماراتي، هشام محمد نجم كبير النادي الاهلي، في بعض اللعيبه مجموعه من اللعيبه معاره وركله حره مباشره على طول وخطا من الجبهه اليسرى. ماجد ناصر، ماجد ناصر لعب قدام النادي الاهلي موضوع طبعا وقيمه ممتازه، اللعيبه عاوزه تدي اكتر ما عندها. ادي كره خطيره وماجد ناصر خطير، ادي ماجد ناصر لكن على طول يتدخل حسام غالب، قيمه كبيره يا جماعه مش ممكن مش ممكن. حسام غالي شوف منذ لحظة عودته طبعا حسام غالي، ادي الكرة وادي المساعد ما رفعش الراية، المساعد الثاني مساعد حسن الحمادي، وكرة خطيرة جدا. وادي ماجد ناصر، ماجد ناصر بدايته كانت مع نادي الفجيرة مع الأسماء الكبيرة اللي مرت على تاريخ نادي الفجيرة، واحد منهم ماجد ناصر علي الصيف من هذه المدينة، وتبقى دائما الفجيرة الحية ولادة، دائما الفجيره ولاده. يمشي على طول الكره تاني طويله اماميه بالنسبه لصالح اللاعب ماجد ناصر. شوف جمهور الاهلي، نادي الاهلي، الاهلي فريق كبير فريق عريق، قلعه الابطال وقلعه البطولات، قلعه الابطال وقلعه البطولات. سبع دقائق اولى، نادي الاهلي في رئاسه المجلس الجديد بقياده محمود الخطيب النجم الكبير والاسطوره، واحد من اعظم من انجبت الكره العربيه والافريقيه الحقيقه، ونجم كبير جدا، رئيس مجلس الاداره خالد الدلنطري ومجموعه الاسماء الحقيقه بلقبين، لقب سوبر ولقب دوري، يضاف الى فترات طويله بالنسبه للدلنطري بالنسبه لمحمود الخطيب بالنسبه للمجلس كله الحقيقه، مجلس بطولات، مجلس بطولات، وتحس ان ما شاء الله مجلس يعني دوله، دوله بتحكم النادي الاهلي وتدير النادي الاهلي، كل واحد بقيمته وكل واحد بوزنه وكل واحد بتاريخه الكبير الحقيقه، حبا وعشقا وهاما بالنسبه لنادي كبير اسمه النادي الاهلي. تمشي على طول الكره تاني عن طريق ماجد ناصر، اماميه كره تاني طويله ملعوبه، وفي الاخير الكره الى رامي التماس، رامي التماس من الجانب الايسر، دييجو ارماندو مارادونا 86، قول للزمان يرجع يا زمان 1900
68 تاريخ بالنسبة لهذا النادي. 1986 سبحان الله دييغو دونا دونا قيمة كبيرة. منتخب التانغو السابق والمدرب السابق مع نادي كبير هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه نادي الوصل الكبير، نادي الذهب، نادي الذهب. تمشي على طول الكرة تاني عن طريق عمر عبد الرحمن، شوف يلعب الكرة بوجه القدم الخارجي ازاي، لعيب هاي، لعيب كبير 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 الحقيقة عمر عبد الرحمن. الإمارات فادي خميس وزهير بخيت وعدنان الطلياني، ودي على طول عمر عبد الرحمن يكمل المسيرة. خطيرة جدا للفجيرة، ممتازة، تصويب هدف أول عالمي يا ولد، الله، لكن في تسلل، في تسلل، فرصة كانت ممتازة بالنسبة لنادي الفجيرة. شوف الكرة، شوف العرضية، ودي حالة تسلل، شوف عمر استلمها ازاي، لعيب هاي. شوف الكرة مرة أخرى تاني على طول، ودي الكرة العرضية، أوه فيها شك كبير، فيها شك كبير يا حبيبي عن طريق المساعد الأول أحمد العبدولي. النهارده 50-50، 50-50، 50 أهلي 50 فجيرة، ونادي الفجيرة كان اسمه أهلي الفجيرة قبل عام 2006، تم التغيير ورجع مرة ثانية من جديد إلى فريق الآن فريق الفجيرة. انطلاقة جميلة، مباراة حلوة جدا منذ الولا الأولى، ماتش بدون قص نبض، مباراة كرنفالية احتفالية جميلة يستمتع بها الجمهور المصري والجمهور الإماراتي العاشق والمحب بالنسبة لكلا الفريقين لكلا الناديين. تمشي على طول أمامية ثانية، عمر تمريرة في العمق يا ولد، لكن يقطع على طول ثاني دفاع فريق النادي الأهلي. يقطع دفاع الاهلي مره اخرى تاني على طول اماميه، يطلع دفاع النادي الاهلي، فريق الفجيره يسجل هدف، والمساعد الاول احمد العبدولي يلغي الهدف البداعي التسلل، او الحكم الساحه طبعا احمد الحمادي، احمد الحمادي والعبدولي وحسن الحمادي وفهد بت مراقب اللقاء، منصور الحربي ومنسق هذا اللقاء سامي الامور، واحد من الاسماء الكبيره جدا مع نادي الشباب طبعا بالمسمى القديم، وطبعا اللي تم الدمج مع فريق النادي الاهلي وفريق دبي، واصبح شباب الاهلي دبي طبعا مثلث كبير جدا بالنسبه لكره القدم في اماره دبي، الاماره الجميله طبعا هنا في دوله الامارات العربيه المتحده. تمشي كره ثانيه على طول عن طريق علي او اللاعب ماجد نصر. علي خصيف من ابناء نادي او من ابناء الفجيره، حارس مرمى نادي الجزيره الكبير وحارس المرمى الدولي واللي موجود مع نادي الجزيره طبعا، وعمل مباراه تاريخيه، مباراه عظيمه امام الريال مدريد في كاس العالم للانديه، بطوله اللي كانت يعني نجحت فيها دوله الامارات في عمليه التنظيم، واستمتع كل عشاق الفريق الملكي هنا في العاصمه، عاصمه السلام، في العاصمه الجميله العاصمه ابو ظبي، لما يومها نادي الجزيره استمتع وامتع وبدع في كره قدم جميله. تمشي على طول الكره ثاني، تحضير عن طريق هشام محمد، يلعب هشام عن طريق السليه، عمرو السلية يحط الكرة تاني، محمد هاني يا ولد العيب، بص شوف الاهلي بيعمل انتشار، على طول الكرة تاني تروح إلى حسام غالي، موضوع كبير يا جماعة، حسام غالي كرة تحت أقدامه حكاية، رواية جميلة وموضوع كبير جدا، ولابد دايما النادي الأهلي يكون عنده قيمة في كل وقت زي قيمة حسام غالي، ده مطلوب الحقيقة عند النادي الأهلي، والتاريخ علمنا كده، التاريخ علمنا كده، إن لابد دايما يكون النادي الأهلي عنده قيمة كبيرة زي حسام غالي، وهو كذلك طبعا، لأن الأهلي دايما ولات في سياسه تحديد النسل ابدا عنده، مفيش تحديد نسل عند الاهلي في قلب الموابين وقلب القاده وقلب العاشقين والمحبين لجدران هذا النادي، موضوع كبير. تمشي كره ثانيه على طول بالنسبه للقلعه الحمراء، اللي بيرتدي القميص الازرق في هذا المساء للنادي الفجيره طبعا، زي الرئيسي والزي الاحمر في هذه المباراه الجميله. 50 عام على تاسيس الفجيره، 50 عام، يوبيل فضي جميل يا مين يعيش بقى، ممكن بعد 50 عام ثاني يزور النادي الاهلي هنا إمارة الفجيرة في احتفالية أخرى على اليوبيل الذهبي أم لا؟ تمشي على طول الكرة تاني في الأخير إلى رمي التماس. دييغو أرماندو مارادونا، أحمد أيوب، أدي مارادونا نجم الكبير والأسطورة الكبيرة، فترة مع نادي الوصل الإماراتي وتعاقد مع فريق نادي الفجيرة، الفجيرة يعني بيفرق أربع نقاط عن نادي بنياس. بنياس متصدر معاه في نفس المجموعة، نادي الفجيرة ونادي بنياس قريبين جدا إن شاء الله من الصعود إلى دوري الخليج العربي، دوري النمبر 1 بقرار وبشهادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تنظيميا وأداء وناحية فنية جميلة. يمشي على طول الكرة تاني بالنسبة لصالح النادي الأهلي. ترجع الكرة تاني يا سارية، يا سارية يحاول يعدي، ينطلق من جديد في نص ملعب، يا سلام، في فاول، في فاول لصالح النادي الأهلي وركلة حرة مباشرة على إدريس فتوحي. واحد من النجوم المميزين جدا في دوري الخليج العربي إدريس فتوحي يشارك في هذا المساء مع فريق نادي الفجيرة،
فوجئنا معاه كوكبه من اللاعبين موجودين على مقاعد البدلاء. فهد الضحاني واحد من حراس المرمى الممتازين مع فريق نادي الفجيره، ومتالق واحد من اللعيبه المعارين من نادي الوحده الاماراتي والوحده، ليه حدوته جميله مع حراسه المرمى هنتكلم مع حضراتكم ونحكي فيها طبعا بالنسبه لنادي الوحده الاماراتي. لفهد الضحاني واحد من اللعيبه المعاره خارج الديار. فهد الضحاني النجم الكبير، موجود دانيلو وموجود وليد حسين نجم الكبير نجم فريق نادي شباب الاهلي دبي، ومجموعه كبيره من النجوم ان شاء الله هيشاركوا في هذا الكرنفال وهيشاركوا احتفاليه نادي الفجيره باليوبيل الفضي. تمشي كرة تاني على طول في الجانب الايمن، تحول الهجومي بالنسبه لصالح فريق نادي الفجيره. ادريس فتوحي مباراه حلوه جميله، نص ملعب على طول تاني حمدان قاسم النجم الكبير شقيق محمد قاسم وعائله قاسم عمر. هو ده بقى، هو ده كريز 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 الحدوده. فرصه هدف، فرصه هدف يا ولد عليك يا علي يا لطفي، يا ولد عليك يا علي يا لطفي، علي يا لطفي يا علي يا علي الدلع يا علي. كره جميله، انما فريق الفجيره يصل مرتين، مره يسجل والمساعد يدي اوف سايد على هدف، ومره ثانيه يصل لكن يتالق الحارس علي لطفي. فرحه كبيره، وكل حراس المرمى عاوزين يكونوا مع المنتخب المصري في مشاركه في كاس عالم النهارده ان شاء الله. منتخب مصر هيلعب مباراه جميله ان شاء الله، نتمنى كل التوفيق بالنسبه للمنتخب الوطني امام المنتخب اليوناني في ثاني مبارياته، وهيتبقى ثلاث مباريات وديه دوليه كبيره قبل المونديال. تمشي على طول الكره ثاني عن طريق اسلام محارب، اسلام محارب النهارده النادي الاهلي بدون مهاجم نظرا للظروف، لعيبه اللي مع المنتخبات الوطنيه سواء بالنسبه لاجاييه بالنسبه لازارو خطير جدا. هوبا ده هو ده هو ده تسديده، سلام عليك يا حسين. حسام غالي، حسام غالي انطلاقه على طول ثاني اماميه، يلف يلف لكن يرجع بيته دايما. حسام غالي النجم الكبير وكابتن النادي الاهلي في هذا المساء، كل هذا تاريخ طبعا لما تيجي تتكلم بعد سنوات على اليوبيل الفضي والمشاركه الاهلاويه. حسام غالي الكابتن خطيره، كرسة هدف للاهلي ممكن، يلا اهلي، لكن على طول يطلع تاني عمر عبد الرحمن، يطلع على طول تاني عمر عبد الرحمن، وتمشي كره تاني في ربع ساعه اولى مباراه جميله جدا جدا. تمشي كره تاني على الارض حلوه ملعوبه بالنسبه لصالح عمر عبد الرحمن، عمر عبد الرحمن يلعب عمر، محطوطه الكره تاني على طول نص الملعب، نص الملعب انطلاقه تاني في الجبهه الاماميه، محاوله تاني عرضيه بدون اوف سايد، جبهه اليسرى تاني وليد اليماحي النجم الكبير، لكن على طول حمودي، حمودي واليماحي، خلي بالك يا حمودي ده مدافع مسمار، مسمار الوليد اليماحي. عرضيه تاني راسيه ممتازه عن طريق النجم الكبير ياسر القحطاني، الله قول للزمان يرجع زمان ياسر. ادي ياسر القحطاني واحد من النجوم الكبار جدا مع المنتخب العربي السعودي المنتخب الشقيق، ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق ايضا في المونديال القادم. عمر عبد الرحمن، شوف فرقه فيها عمر عبد الرحمن، فيها احمد راشد، فيها ادريس فتوحي، احمد خميس، جوهر فرحان، وادي احمد ايوب، ادي احمد ايوب اللي موجود طبعا واصبح الان في تفاهم كبير ما بين احمد ايوب ويعني سيد عبد الحفيظ، سيد معوض، طارق سليمان، انيس شعلان، مجموعه الاسماء اللي موجوده مع الجهاز الفني المميز جدا بالنسبه للنادي الاهلي طبعا بقياده واحد من الاسماء الكبيره الان في عالم التدريب حسام البدري، بالارقام 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 وبالبطولات، حقق كل الالقاب على فكره حسام البدري، وهو لعيب كوره ما حققش الالقاب طبعا الحقيقه كمدرب، وقيمه كبيره تدريبيه مع النادي الاهلي. تمشي على طول الكره تانية اماميه خطيره جدا بدون اوف سايد، هوبا ويت ان دي سي، وهدف اول الاهلي. اوه عمل الويت ان دي سي المساعد الثاني، في واحد كان متسلل واحد لا، لان المساعد الثاني ما رفعش الرايه حسن الحمادي. شوف الكره، شوف الكره، شوف الهدف الاول بالنسبه للنادي الاهلي، اذا يتقدم الاهلي المصري باول اهداف المباراه. شوف الكره في الاعاده، شوف الكره في الاعاده، يتقدم الاهلي والله كمان ده كبير. بص لحظه لعب الكره، لحظه لعب الكره، اسلام محارب متسلل، ده مش متسلل عظيم، المساعد الثاني، المساعد الثاني عمل احلى ويت ان دي سي، الله 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 على المساعد الثاني وروعته وجماله. يسجل فريق النادي الاهلي من كره جميله، بص شوف 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 الهدف الاول، هدف ممتاز 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 عن طريق النجم الكبير اسلام محارب. اذا يسجل النادي الاهلي اول اهدافه هنا في اليوبيل الفضي بالنسبه لنادي الفجيره، هدف اول جميل للنادي الاهلي، سبحان الله سبحان الله، يسجل هدف جميل، يسجل هدف جميل اسلام محارب. اذا اسلام محارب يسجل اول اهداف اللقاء بالنسبه للنادي الاهلي، اسلام سعيد محارب يسجل للنادي الاهلي اول اهدافه في هذا المساء.
هذا الإسلام محارب يتقدم. شوف سبحان الله الفجيرة يأتي بكرة خطيرة على مرمى حارس المرمى علي لطفي، إنما مساعد الثاني مساعد 100 100، مساعد الثاني 100 100، مساعد الثاني 100 100. ده أحمد أيوب مدرب الجميل، لكن في خطأ وركلة حرة باشا. سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله، كرة خطيرة. ودي إنذار هنا على طول، يعطي أول إنذار في المباراة. أحمد الحمادي يعطي أول إنذار في المباراة من نصيب اللاعب رقم 30 محمد هاني. هذا الإنذار لمحمد هاني من النادي الأهلي، يحصل على إنذار الآن محمد هاني. كرة خطيرة جدا، سلامات إن شاء الله لأحمد راشد النجم الكبير رقم 15 أحمد راشد. وادي المدرب حسام البدري، حسام البدري 9 ألقاب كتب على كل السطور، يصل إلى 17 مباراة فوز متتالي، يتساوى مع واحد من العباقرة الكبار اللي تولوا تدريب النادي الأهلي نو الكبير مانويل جوزيه. أصبح حسام البدري ورقم واحد على مستوى المدربين من النادي الأهلي. وادي المدرب والنجم الكبير طبعا دييغو أرماندو مارادونا، دييغو أرماندو مارادونا، علي بوكسيم، علي بن ناصر، الحكام العرب الكبار لما زار تونس وزار علي بن ناصر، والاسماء الكبيره على مستوى الحكام. 7 مباريات دوليه كبيره خطيره جدا ممتازه، ولكن في تسلل يدي على طول الحكم احمد الحمادي. الامارات على فكره بتملك مجموعه ممتازه من الحكام، حكام الساحه وحكام المساعدين وحكام النخبه الاسيويه اللي موجودين في دوله الامارات العربيه المتحده. تملك مجموعه ممتازه من الحكام، وايضا يعني حكام نخبه، محمد عبد الله حسن واحد من الاسماء الكبيره، والمساعدين الدوليين الكبار. نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق ويكونوا موجودين في المونديال. خطيره الكوره الثانيه الاهليه، بص شوف الاهلي، اوه الاهلي بيلعب بدون ضغوط، وادراك ما الاهلي بدون ضغوط. العرضيه خطيره وماجد ناصر، اوبا يا الله، فرصه هدف ثاني تضيع، فرصه هدف ثاني تضيع عن طريق اللاعب صبري رحيل. صبري رحيل، ادي صبري رحيل، جبل يسرى على طول ثاني بطن القدم الايسر، وعاوز يحط الكوره خلف حارس المرمى ماجد نصر. وقفوا لاعيبه نادي الفجيره على اساس ان الهدف اوف سايد، لكن 100 100 الهدف ما فيهوش اي تسلل. المساعد الثاني عمل الويت اند سي ممتاز، المساعد حسن الحماد ممتاز، ابو علي هايل حسن الحماد، كره عمل فيها ويت اند سي. اللاعب اللي كان متقدم كان متسلل ما شاركش في الكوره، يسجل اسلام محارب اول هدف في اللقاء بالنسبه للنادي الاهلي. تمشي كره ثانيه على طول لصالح النادي الاهلي. تلت ساعه جميله، تلت ساعه كره قدم جميله، وامسيه كرويه جميله، ونجاح تنظيم ممتاز، ونجاح في اختيار قيمه كبيره زي قيمه النادي الاهلي ايضا، موفق فيها جدا نادي الفجيره. تمشي على طول الكره ثاني في الجانب الايمن، هتاخد سريعه سلام حسام غالي، لمسات همسات غمزات اهلاويه، نقله ثاني 6 7 نقلات، يقطع على طول ثاني الفجيره ممتازه. السبيد اتاك 3 3، تمركز دفاعي في خطا هناك القحطاني ينطلق على طول ثاني الفجيره، خلاص اشتغل غلط، قفلت عليه خلاص السكه، قفلت عليه السكه في السيتويشن بتاع واحد ضد واحد، لعيب من الاهلي ضد لعيب من ريال مدريد، تلاقي فيه جرينتا وتلاقي فيه روح، تلاقي فيه جرينتا وتلاقي فيه روح، صعب جدا بقى في الموضوع بتاع واحد ضد واحد. رجعوا على طول بسرعه، ادي على طول حمودي نجم الكبير جدا، حمودي يمشي، حمودي تخمه من اللاعبين موجوده عند النادي الاهلي، ما يقلقش الاهلي في اي توقيت، عنده مجموعه ممتازه في اوبستراكشن هنا موجود، وفي خطا وفي ركله حره مباشره يحتسبها احمد الحماد. ما شاء الله نفس الطول بتاع علي بوكسيم الحكم ده، طويل القامه. لما اشوف علي بوكسيم سيمي فاينل كاس عالم، واكثر حكم عربي ادار مباريات 7 مباريات في كاس العالم علي بوكسيم، تريد مارك وماركه مسجله جميله بالنسبه للتحكيم العربي والامارات. يلي على طول تاني البرنس، يعني جمال الغندور، جمال الغندور بالاسماء بالالقاب، عصام عبد الفتاح، اسماء واسماء الحقيقه مرت على تاريخ الكره العربيه، مرت على تاريخ الكره العربيه. 22 دقيقه لعب، ادي صبري رحيل، الاهلي المصري يتقدم على شقيقه نادي الفجيره، هدف مقابل لا شيء في امسيه كرنفاليه جميله جدا في اليوبيل الفضي هنا في اماره الفجيره، الاماره الجميله، الاماره الجميله، الاماره الشمخه، جبال الفجيره الشمخه، جبال الفجيره، بلدي جميله اللي فيها جبال وفيها اجواء مثاليه جميله جدا هنا، اجواء سياحيه رائعه على اعلى مستوى. ركله حره مباشره على طول ثاني، الشمخه جبال الفجيره، والان يتقدم الاهلي المصري هنا في الفجيره، ركله حره مباشره، عنده قرار وتسديده لكن تخبط ثاني على طول في الدفاع، وتمشي كره ثانيه اهلاويه، وتمشي كره ثانيه اهلاويه. عقليه اللاعب الاهلاوي في مباراه وديه، مباراه كرنفاليه، مباراه في الدوري، مباراه على مستوى البطولات الافريقيه، دايما الحياه. والموضوع ده على فكره بيتولد منذ الصغر،
ادي حسام البدري، ادي حسام البدري لسه جاي من رحله مكوكيه من كندا على فكره، كان بيزور اولاده وابنائه المقيمين والعايشين في كندا. هدف طبعا شرعي 100 100، هدف شرعي 100 100، هدف شرعي 100 100. لعيب اللي كان متقدم كان متسلل ما شاركش في الكوره، يسجل على طول تاني اسلام محارب اول اهداف المباراه. عمر عبد الرحمن صاحب اللمسات الجميله، شوف كل المصريين عاوزين هو يمسك الكوره، كله يمسك الكوره، عرضيه خطيره جدا ممتازه الفجيره، لكن على طول الكوره ركنيه، على طول الكوره الى ركله ركني. ادي اللاعب باسم علي نجم الكبير جدا، ارتدى قميص الذئاب، ارتدى قميص نادي المقاولون العرب، ارتدى قميص نادي المقاولون العرب. وعلى فكره الفجيره بتسمى ايضا حصن الذئاب، حصن الذئاب هنا في الفجيره. واللاعب باسم علي لاعب لفريق المقاولون العرب، فريق الذئاب. الان في ركله ركنيه 23 دقيقه، كره قدم جميله، محاوله ثانيه على طول لكن يطلع النادي الاهلي ويضغط ثاني. الحضور الجماهيري بيدي روح جميله جدا لكره القدم. شوف العرضيه وشوف على طول ثاني عمر عبد الرحمن معلم كبير، واحد من نجوم اللقاء النهارده عمر عبد الرحمن نجم نادي العين. ما ادراك ما نادي العين، طبعا هو متصدر الترتيب، عامل مباريات جميله، اداء مميز جدا بالنسبه لرباعي المقدمه، نادي الوحده ونادي الوصل ونادي الجزيره وشباب الاهلي دبي، مجموعه من الانديه المميزه جدا على المستوى القاري. الاسم يكبر، الاسم يكبر من السنه. واحد من ابناء الفجيره البرين الجمال مع علي خصيف طبعا النجم الكبير. شوف قد ايه الفجيره دي بتخرج، بتخرج ذهب، بتخرج نجوم، ده نجوم يمثلوا بلدهم على المستوى الدولي، المستوى الوطني الجميل. وده شرف طبعا لا يناله يعني، ويفرح ويسعد دايما بكل من ينال شرف طبعا تمثيل المنتخب الوطني. يا تمثيل المنتخب الوطني. تمشي على طول الكره تاني في نص ملعب هشام محمد، محطوطه الكره تاني لصالح النادي الاهلي. مباراه جميله، مباراه ممتعه، مباراه فيها استمتاع جميل جدا من خلال هذا المساء الممتع جدا هنا في دوله الامارات العربيه المتحده. يحل النادي الاهلي ضيف جميل جدا جدا هنا في هذا المساء، يحل النادي الاهلي ضيف جميل جدا هنا في هذا المساء. تمشي على طول الكره تاني جميله ممتازه للاهلي، خطير اهلي، كما انت كبير اهلي، فرصه تاني. يا سلام على عدم الطلب، الله يا سلام عليك يا سليا. شوف شوف شوف، هو ده لاعب النادي الاهلي، كان ممكن هو يسجل لكن عمل الكره جميله، عمل الكره جميله عمرو السليا، حلو قوي. اضغط على طول الاهلي تاني، مباراه ولا في الاحلام، مباراه جميله، انطلق الاهلي خطير، لكن مره تانيه على طول من جديد وعاوز يوصل الكره للامام. مش ممكن النادي الاهلي، مش ممكن. حسام غالي حط كرة ايه جميلة، اعتقد حسام غالي ولا هنشوف مين اللي حط الكرة ولا السلية. كرة جميلة جدا، وعلى طول القائم يتعاطف مع ماجد نصر، يتعاطف مع ماجد نصر. الملعب ده طبعا يعني ماجد نصر حافظه كويس قوي قوي قوي، حافظه كويس جدا ماجد نصر. الان في تحضير لتبديل اللاعب فهد سبيل، لاعب قادم هيشارك الان نجم الكبير، و محاولات مبكرة مع تشكيلة فريق نادي الفجيرة. انطلاق على طول تاني في التلت الأمامي، محاولة من البداية على طول تاني التحضير والتصويب، لكن على طول في الأخير الحكم يدي ركلة مرمى، يدي ركلة مرمى، يدي ركلة مرمى. أدي الكرة على طول في تبديل الآن، هيخرج لاعب رقم 25 في صفوف فريق ال، عاد هنشوف التبديل هنا مين هيخرج من فريق الفجيرة. هذه التبديلة اللي هتتم الآن بالنسبة لفريق الفجيرة، اللاعب رقم 15 أحمد راشد أعتقد هو اللي هيكون بديل. وهذا الهدف الجميل جدا لصالح النادي الأهلي، هدف جميل، هدف ممتع. إذن إذن حلول الآن، بداية جميلة جدا لأحداث ممتازة، روعة في الأداء، أداء ممتع بالنسبة لصالح نادي الأهلي. وهدف أول جميل في مرمى الحارس ماجد ناصر. تمشي على طول الكرة الثانية أمامية، كرة ثانية على طول من جديد خطيرة، أوبا ماجد ناصر الثاني للأهلي، الثاني للنادي الأهلي، يسجل النادي الأهلي ثاني أهدافه، ثاني أهدافه، لكن الحكم يدي فاول، يدي خطا حكم اللقاء. هنشوف هنا القرار، يدي خطا على النادي الاهلي. شوف هنا على طول
عمرو السلية ومجموعة الرفاق والضغط، والنتيجة لسه 1-0. يلغى الهدف بداع الخطأ على فريق الأهلي، انطلاقة على طول تاني خطيرة ممتازة، يحاول على طول تاني لكن يقطع الدفاع، يقطع الدفاع نادي الأهلي بصبر رحيل في الجبهة اليسرى وبباسم علي في الجبهة اليوم. يمشي على طول الكرة تاني عمر عبد الرحمن، أدي عمر لمسة حلوة، عمر هتاخد نجم كبير جدا جدا جدا، قدراته عالية أوي الحقيقة، حسام غالي. حسام غالي، تخيل بقى فريق فيه حسام غالي وفي عمر عبد الرحمن وفي علي مبخوت وفي طبعا نجوم كبار جدا واسماء كبيره، وشوف النادي الاهلي مجموعه اللعيبه اللي بتغيب. ادي الكوره على طول تاني، لكن محاوله دايما، لكن حكم اللقاء يدي خطا، يدي حكم المباراه خطا. ده اللاعب ميدو جابر النجم الكبير رقم 27 ميدو جابر، النهارده اسلام محارب وميدو جابر بيتناوبوا على مركز المهاجم اللي بيغيب طبعا في مجموعه ممتازه جدا من لاعبي النادي الاهلي، سواء اللعيبه المصريين او اللعيبه المحترفين الاجانب اللي بينضموا لمنتخباتهم الوطنيه. علي لطفي ان شاء الله يكون امتداد لحراس مرمى عظام، تناوب على حراسه الاهلي، كره خطيره اوبا، ولكن في الاخير ركله مرمى. ادي علي لطفي بيتكلم، طبعا كل لعيب عاوز يثبت قدراته في هذا المساء لحسام البدري على اساس المشاركه وعلى اساس ان احنا داخلين على نهايه سيزون، من سيبقى مع النادي الاهلي ومن سيرحل. لما المفروض علي لطفي هنا كان يتكلم مع الراجل، خروج علي لطفي في منتهى الخطوره، وادي علي لطفي والحوار والحديث دايما على ان الكوره ما تعديش وما تتخطاش. نصف ساعه اولى اصدقائي المشاهدين، ولا زال التقدم حاضر بالنسبه لصالح النادي الاهلي في امسيه كرنفاليه جميله في لقاء الاشقاء وفي احتفاليه مصريه اماراتيه جميله هنا في مدينه من المدن الجميله. سلام عليك عمر يا ولد، شوف رقص ازاي، عدى ازاي، عدى ازاي، عدى له، خطير جدا عمر عبد الرحمن، خطير جدا ويقدر يروخ اي حد في الدنيا الحقيقه. قدراته مهاراته، بيتكلم مع حكم اللقاء هنا، ادي عمر عبد الرحمن. معروف جدا 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 في مصر طبعا كقيمه كبيره، منتخب المهدي علي والنجاحات الكبيره اللي عملها منتخب الامارات في فتره كانت مميزه جدا لمجموعه وجيل عظيم ان شاء الله يكمل الجيل اللي موجود الان طبعا مع المدرب زاكيروني. تمشي على طول الكره تاني اهلاويه، لمسه محاوله تاني على طول كنترول تاني، انا بشوف في اداء جميل وفي خطا وركله حره مباشره، عجبني جدا حكم اللقاء احمد الحماد، ركله حره مباشره، ودي خطا هنا على طول لصالح النادي الاهلي لصالح اللاعب السلية، خطا لصالح السلية، التقدم لصالح النادي الاهلي، هدف جميل جدا جدا، هدف ممتع وهدف راقي ورائع جدا بالنسبه لمجموعه ممتازه من اللاعبين، تتحول تنطلق تتقدم تبتكر وفي اثاره جميله جدا جدا موجوده في المباراه، برغم ان المباراه كرنفاليه انما بشوف عمر عبد الرحمن رقص صبر رحيل، ايه واحده جميله، رقص صبر رحيل ترقيصه حلوه وكان عاوز فاول على صبر رحيل، ركلة حرة مباشرة صبر رحيل وعمر عبد الرحمن، خطأ على طول تاني لصالح النادي الأهلي. شوف شوف الأجواء، شوف الأجواء، شوف الأجواء، شوف الأجواء، الأشقاء لما يقعدوا مع بعض، يا سلام على القعدة الجميلة، قعدة جميلة وطقس جميل وجو حلو وخضرة ومية وجبال وحاجة، ما فيش كده بعد كده ما فيش. يمشي على طول تاني فريق النادي الأهلي، تمشي كرة تاني في الجبهة اليسرى، أجواء مثالية جميلة، تلقى على طول تاني في الأمام لكن في خطأ ما فيش، يمشي حكم اللقاء وتمشي على طول لصالح فريق الفجيرة، النادي الجميل والمطعم بمجموعه ممتازه من اللاعبين على راسهم طبعا النجم الكبير على مستوى السن والاسم الجميل ياسر القحطاني نجم الكره العربيه السعوديه والنجم الاماراتي عمر عبد الرحمن، يتواجدوا طبعا ويزينوا التشكيله الجميله بالنسبه لنادي الفجيره. اذا 31 دقيقه لعب، تقدم لصالح النادي الاهلي، الاهلي يجيب هدف بالراس ويلغى بداع الخطا، ونادي الفجيره يسجل هدف من وجهه نظر ايضا يلغى من خلال الحكم مساعد اول احمد العبدولي، لكن هدف فريق الفجيره ممكن نتكلم فيه. انطلاق على طول تاني، وكذلك الحال بالنسبه لهدف النادي الاهلي ممكن نحكي ونتحاكى فيه. يمشي على طول الكره تاني اماميه طويله، اماميه طويله، 32 دقيقه لعب ولا زال التقدم لصالح النادي الاهلي. شوف شوف اللعيبه واخده المباراه باهتمام وحضور جميل جدا، يا سلام هاتوا خد جميله، لكن يقطع على طول تاني الدفاع ويحافظ فريق الفجيره وركله مرمى، ركله مرمى، ادي الكوره على طول تاني، ركلات المرمى لصالح الحارس ماجد ناصر، النهارده في موجود الحارس البديل فهد الضرحاني، واحد من ابناء نادي الفجيره واللاعب المعار من نادي الوحده والنجم الكبير واللي عامل موسم ممتاز جدا في دوري الخليج العربي،
ابن من ابناء الفجيره، واسم من الاسماء الجميله جدا جدا جدا. مدربين مصريين كبار جدا في حراسه المرمى، عبد المولى كشار مع علي خصيف مع النجم الكبير جدا ماجد ناصر. تمشي على طول الكره تاني اماميه في الجبل اليسرى، تحول الهجومي بالنسبه لصالح النادي الاهلي خطيره جدا الكره، لكن على طول ترجع الكره الى حارس المرمى الحارس ماجد ناصر. انطلاقات على طول تاني بالنسبه للنادي الاهلي، محاولات في الجبل اليمنى ماجد ناصر فريق اهلي دبي، علي خصيف الجزيره، واسماء كبيره جدا كانت مع المدرب المصري عبد المولى كشار زي ما قلت لحضراتكم، واسماء ايضا ممتازه جدا فهد طنحاني وسعيد المسماري، كل دول من هنا من الفجيره مع المدرب المصري ايضا عمار معاذ. اسماء ممتازه جدا وتدرب منهم مع مدربين وتربطهم علاقه جميله جدا جدا بهذه الاسماء في حراسه المرمى، وفي مجموعه ممتازه ايضا من اللاعبين اللي لعبوا لنادي الفجيره. الفجيره بقياده دييغو ارماندو مارادونا، والنادي الاهلي المصري بقياده حسام البدري. يتقدم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، انما المباراه حلوه في 33 دقيقه لعب من الجانبين. مباراه حلوه من الجانبين. انطلاقه على طول تاني لصالح الاهلي، الله عليك يا غالي يا لعيب، الله عليك يا حسام غالي. لعيب كوره والله نتمنى يقعد 20 سنه تاني يلعب كوره، مش ممكن حسام غالي. مش ممكن، يعني 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 حاجه روعه ما شاء الله. اعظم نادي في الكون النادي الاهلي، حضور الجماهير على طول حاضر. اللافتات دي في اي مكان في العالم، اللافته بتاعت اعظم نادي في الكون دي في اي مكان في العالم. لو الاهلي لعب في الولايات المتحده الامريكيه تلاقي ليه جماهير اهلاويه، لو لعب بعد استراليا في الهونولولو تلاقي ليه جماهير اهلاويه، لو لعب في اقصى الشمال الافريقي تلاقي عنده جماهير اهلاويه، لو لعب في اي مكان في المعموره تلاقي دايما عنده جمهور اهلاوي. حب من طرفين، حب متبادل، حب وعشق كبير بالنسبه لكيان كبير اسمه النادي الاهلي العظيم. قلعه البطولات يعني وقلعه الارقام وقلعه القاده وقلعه الرؤساء وقلعه العباقره وقلعه العشاق والمحبين والمتيمين بالنسبه لهذا النادي من اول الاسماء وحتى الاسماء الجميله. اذا ينطلق الان فريق نادي الفجيره في امسيه كرويه جميله، في امسيه كرويه جميله. مين ما يتمناش ابنه يلعب في النادي الاهلي؟ مين ما يتمناش ابنه يلعب في النادي الاهلي؟ مين تمشي على طول الكره تاني في الجبل اليسرى، في الجبل يسرى استلام جميل. الاهلي مستمتع بالماتش وكذلك الحال فريق نادي الفجيره. يلعب حسام غالي مباراه من احلى المباريات بيقدمها حسام غالي، يرجع على طول تاني فريق الفجيره في الدفاع الى الفنان ماجد نصر حارس مرمى عظيم ده، خلي بالك حارس مرمى عظيم، امتداد لمحسن مصبح وامتداد ليحيى عبد الكريم وامتداد لحسن اسماعيل وامتداد لعلي حسن الامير وخلفان عبد الله وعادل انس والرفاق وباقي الرفاق على ذكر النادي الاهلي ومدربين الحراس، حسن جعفر الاسم الكبير اللي مرن محسن مصبح ومرن يحيى عبد الكريم، الحراس العظام اللي كانوا موجودين في مونديال 90 مع المنتخب الاماراتي الشقيق. شوف شوف التاريخ وشوف الارقام. تمشي على طول الكره تاني، 10 دقائق اخيره مثيره جميله، 10 دقائق اخيره، 35 دقيقه لعب في لقاء الشقيقين والحبيبين فريق الفجيره الاماراتي النادي الاهلي المصري وعمر عبد الرحمن يعدي ويفوت يا ولد العيب، لكن يطلع على طول تاني الدفاع. ماتش جميل جدا باسم علي وايضا صبر رحيل واطراف النادي الاهلي. تمشي كره تاني عن طريق وليد اليماحي، روبرتو كارلوس الكره الجميله الاماراتيه، وليد اليماحي يقطع على طول تاني دفاع النادي الاهلي وتمشي عن طريق محمد هاني. تمشي عن طريق محمد هاني، خبطه جامده خبطه جامده، لكن الحكم ادي عمر، سلامات ان شاء الله عمر ولا مين ده هنشوف. ادي هنا على طول اللاعب باسم علي، سلامات ان شاء الله يخلي بالهم. ادي على طول عمر عبد الرحمن، سلامات ان شاء الله عمر عبد الرحمن. باسم راح مديله واحده، باسم شكله اداله واحده القاضي، ادي الكوره اداله واحده في كعب رجله اهي، باسم علي اداله واحده في كعب رجله، والحكم احمد الحماد. ادي باسم علي، ادي باسم علي بيقول له بلعب على الكوره، ادي بيقول له بلعب على الكوره. بص عمر عبد الرحمن، ادي عمر عبد الرحمن نجم كبير جدا جدا، ادي باسم وادي عمر، ادي عمر عبد الرحمن. انت بصراحه عمر الدنيا كلها لازم تخلي بالها عليك، يعني انا لو بلعب عليك ابقى قلقان. هو لعيب الكوره كده برضه، خلي بالك مش عاوز يخلي عمر في الموضوع بتاع واحد ضد واحد، عارف طبعا بس لو استلم الكوره عمر عنده مشاكل كتيره معاه طبعا، لعيب عنده مهارات وممكن يعمل لك خيال وابداع ما يتوقعوش اي مدافع الحقيقه. وهنا طبعا باسم اكيد عارف حساباته كويس مع عمر عبد الرحمن. تمشي على طول الكره تاني لكن داخليه رياضيه، طلع على طول النادي الاهلي
وتمشي مرة أخرى تاني من جديد. ينطلق الفجيرة، فريق اللي بيقدم مباراة كرة قدم جميلة. يلا قحطاني رجع شريط الذكريات يا راجل. يلا ياسر، الكرة في الجبل اليسرى، محاولة العرضية بالنسبة للفجيرة، محاولة تاني لكن عتولي طلع دفاع، يمشي عن طريق اليماحي، وليدي اليماحي انطلاقة للفجيرة جميلة، تصويبة أوه لكن عالية وركلة مرمى، عالية وركلة مرمى. علي لطفي محاولة التسديد على طول، شوف الكرة وشوف التسديدة، وادي على طول الكرة الثانية ملعوبة، وفي الأخير الكرة إلى ركلة مرمى. أدي التسديدة وركلة المرمى على طول، محاولات جميلة جدا بالنسبة لنادي الفجيرة وبالنسبة لصالح نادي الأهلي. دييغو أرماندو مارادونا ويوسف عبد الله المدير الإداري ونادي الفجيرة ومرحلة البحث على التعادل قبل حوالي 7 دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول. تمشي على طول الكرة تاني من جديد للجبل يسرى، عمر عبد الرحمن، شوف قدم كرة قدم جميلة، مستمتع بلعب أمام الأهلي عمر، يحاول يعدي عمر لكن يقطع على طول تاني الدفاع، تمشي كرة تاني على طول من جديد عن طريق اللاعب صبري رحيل، انطلاقات على طول تاني طويلة أمامي. العلاقة على فكرة ما بين مصر ودولة الإمارات علاقة جميلة، وأيضا ما بين اللاعبين المصريين اللي احترفوا هنا، يعني من 76 ل 81 السيد الخضري وعبد الحميد الريس ورمضان فريد والأسماء اللي جت في السبعينات من القرن الماضي، السيد الخضري لحد الآن موجود ما شاء الله منسق الفيفا ويعني سكرتير عام النادي واسم من الأسماء الكبيرة اللي من عام 76 كلاعب وحتى الآن موجود في فريق الفجيرة على المستوى الإداري. شوف العلاقات الجميلة والعلاقات الأزلية اللي بتجمع دايما مصر بالإمارات. يمشي على طول الكرة تاني عرضية ممتازة لتحديد التصويب، لفة وسط مع دوران، شوف كم واحد أزرق، شوف شكل النادي الأهلي في التدريب الدفاعي، شوف الأهلي ب 15 لعيب، 11 في الملعب وأربعة على مقاعد البدلاء، وتخمة من اللاعبين المعارين، اللي بتمثل المنتخب الأولمبي الوطني المصري، ومجموعة مع المنتخب الأول المصري، بالإضافة لأسماء تم تعريضها في فترة كانت بسيطة وقريبة، إنما الأهلي دائما بقيمته بقدراته بإمكانياته. عمر يحط الكرة التحضير للتسديد، يلا شوت يلا صوب، لكن كرة عالية بعيدة على حارس المرمى الحارس علي لطفي من النجم الكبير إدريس فتوحي، واحد من اللعيبة المحترفين هنا في دولة الإمارات اللي بيأدوا أداء كبير جدا في دوري الخليج العربي. إدريس فتوحي، تسديدة حلوة. دوري الإماراتي في مجموعة من المدربين العالميين، وفي أيضا 3 مدربين وطنيين إماراتيين، في مدرب أيضا مصري مدرب أيمن الرمادي، وثلاث مدربين من دولة الإمارات العربية المتحدة، المهندس مهد علي والنمر النجم الكبير النجم عبد الحميد أو عبد المجيد النمر، وأيضا بالإضافة للمهندس طبعا يعني عبد العزيز العنبري مع نادي الشارقة الكبير، 5 دقائق أخيرة أصدقائي المشاهدين، ولا زال التقدم بالنسبة لصالح النادي الأهلي. الأهلي سجل هدف ثاني وتم إلغائه، ونادي الفجيرة كان سجل قبل الهدف الأول بالنسبة للأهلي اللي تم احتسابه هدف وتم إلغائه بداعي التسلل من قبل الحكم المساعد الأول أحمد العبدولي. إنما طاقم تحكيم ممتاز طول الحكم وقامة الحكم أحمد الحمادي تفكرك وتذكرك بالبرنس والفنان علي بوكسين. يمشي على طول الكره ثاني عرضيه خطيره اهلاويه ممتازه لمحسن غالي، يقدم مباراه كره قدم جميله والتسديده. بص شوف الاهلي بيعمل ايه، نجوم كبار، علي لطفي، باسم علي، ومحمد نجيب، محمد هاني، صبري رحيل، هشام محمد، عمرو السليه، حسام غالي، اسلام محارب، احمد حمودي، ميدو جابر، سيمفونية أهلاوية جميلة، والقرار في الأخير عن طريق إسلام محال. لما أشوف حضور جماهيري والله كم أنت عظيم أيها الجمهور، جمهور عظيم في كل مكان منتشر في العالم، ملعب حياكل حتة من جمهور النادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي يزين الملعب، والعلاقة جميلة جدا هنا في الفجيرة الجميلة، المدينة اللي بنقول لحضراتكم من كل زيارة وزيارة دايما تشهد شيء جديد، أحد القلاع الجميلة وأحد الجبال الجميلة، مدينة الجبال الشامخة، ومنجم كرة القدم، ومنجم اللعيبة الموهوبين في كرة القدم، ومنجم اللاعبين المميزين جدا في كرة القدم اللي مثلوا منتخبات وطنية جميلة جدا في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمشي على طول الكرة تاني في الجانب الأيسر، مباراة ولا في الأحلام جميلة جدا، مباراة كرنفالية احتفالية فضية
ولكن المباراه بطعم الذهب بقيمه الذهب. وجود عمر عبد الرحمن ولا بص بقول لك يعمل حاجات ما حدش يتوقعها، نجم كبير لكن في تسلل في اوف سايد وفي خطا على ياسر القحطاني. الله عليك يا ياسر، لعب في الدوري الاماراتي، نجم من نجوم نادي العين ولاعب اللي ارتدى قميص نادي العين، ولحظه تسلل بالشعره خط ال 18 اكيد خدم الحكم المساعد الاول احمد العبدون، اكيد خدمه تمركز كويس وده قرار 100 100، تسلل وحاله تسلل ممتاز. انما الحدوته كلها بقى في الهدف الاول بالنسبه لنادي الفجيره، والقصه بتاعت الهدف ايضا الثاني بالنسبه للنادي الاهلي. حسام البدري كان باك رايت وكان واحد من الاسماء، لكن على مستوى كلاعب ما حققش بطولات كثيره، لكن كمدرب يبقى النمبر 1. وهنا طبعا واحد تحط صورته بس واتكلم عنه زي ما انت عايز تقول، تقول قول عنه ما تقول، قول عنه ما تقول الحقيقه. ومكسب كبير جدا للفجيره ولاماره الفجيره، تعاقد مع نجم كبير جدا زي دييجو ارماندو مارادونا، زي دييجو ارماندو مارادونا. ادي حسام غالي، سلام عليك يا حسام غالي، قيمه كبيره جدا جدا، قيمه كبيره جدا. واي اهلاوي اي مصري عموما لما يكونش دايما موجود مع الاسماء الكبيره مع الانديه الكبيره اسماء زي كده، يعني دايما تحس ان الفريق ينقصه شيء كبير جدا، ينقصه شيء كبير جدا. في ناس كتيره جدا مصريه اهلاويه لو سالتهم نفسك في ايه يقول لك نفسي والله نفسي يكون حسام غالي ده موجود في كاس العالم مع المنتخب الوطني. كل واحد وليه حلمه وطموحه، كل واحد عاوز يقول رايه، ولابد كل يحترم الراي الاخر، ده مهم جدا، ده مهم جدا. والرياضه اول حاجه تعلمك الكلام ده كويس. نجم كبير وقيمه كبيره وقامه كبيره زي حسام غالي، يملك خبرات ويملك قدرات ليست فقط في ملعب كره القدم، ولكن لو بطل بكره يشتغل مساعد، يشتغل محلل، ولو بطل بكره ممكن يكون موجود في مجلس الاداره. عنده كل السمات وعنده كل الصفات، كقيمه وقامه كبيره جدا. واحد من اللعيبه للنادي الاهلي ترعرع داخل جدرانه، يمسح على طول الكره الثانيه اماميه ممتازه، لمسه كره جميله، لمسه وفاء، عمر عبد الرحمن تحضير، عمر بص بص يعمل حاجه غريبه، يعمل حاجه غريبه، حطها للقحطاني، يا سلام يا سلام يا سلام. بقول لك وهو واقف وهو قاعد وهو بيتهم يعمل لك حاجه غريبه. ادي عمر عبد الرحمن، قيمه كبيره جدا جدا، قيمه كبيره جدا جدا. عمر بص هنا على طول ياسر القحطاني، طبعا الحته دي بتاعته، الحته دي بتاعته. وادي دييجو ارماندو مارادونا، السلام عليك يا مارادونا. 86 مونديال، مونديال مارادونا، 86 مونديال مارادونا، مارادونا اللي راح نادي نابولي وخلى نابولي يحصل على البطولات الاوروبيه، وخلى نابولي يحصل على البطولات المحليه. تاريخ نابولي وتاريخ مارادونا، حتى بيت مارادونا لحد الان لما زرنا نابولي يتحدثوا عن مارادونا وكان مارادونا لسه سايبهم امبارح، يتحدثوا في نابولي عن مارادونا وكان مارادونا لسه تاركهم امس. يا الله عليك يا مارادونا، يا الله عليك يا دييجو ارماندو مارادونا. لكن اكبر دليل واكبر درس ان انت طوال تاريخك وطوال مشوارك كلاعب كره لازم تخلي بالك من نفسك كويس، سواء مارادونا او غيره من اللاعبين. ركله حره مباشره الان وخطا لصالح اللاعب احمد حمودي، حكم اللقاء احمد الحمادي. اعتقد مباراه هتبقى دائما عالقه في اذهانه، شرف كبير طبعا ليه هو كمان يشارك معانا هنا احتفاليه نادي الفجيره باليوبيل الفضي الجميل. تمشي كره ثانيه على طول اهلاويه ممتازه، ينطلق على طول النادي الاهلي، يستخلص مره اخرى تاني الفجيره، فريق اللي لعب ربع ساعه اول كان ممتع وجميل، يمشي كره تاني على طول عن طريق عمر عبد الرحمن، يحط الكره عن طريق ادريس فتوحي، يمشي على طول فريق الفجيره من الجبهه اليمنى. الفجيره مشكلته الوحيده انه ما عندوش زياده عدديه في الشق الهجومي لما بيضغط على النادي الاهلي، هي دي المشكله الوحيده. وجوهر فرحان المفروض يكون اداؤه الهجومي افضل بشويه في الثلث الامامي. اجواء جميله وصافره نهايه الشوط الاول بقرار حكم اللقاء احمد الحمادي، يتقدم النادي الاهلي المصري على شقيقه فريق نادي الفجيره هنا في الاحتفاليه في الكرنفال الجميل، في الاجواء الجميله ووسط الجبال الشامخه الجميله ووسط الضيافه العظيمه لدوله الامارات العربيه المتحده. يتقدم النادي الاهلي باول اهداف المباراه هنا في شطر المباراه الاول، في شوط المباراه الاول. اجواء جميله جدا اصدقائي المشاهدين عبر قناه ابو ظبي الرياضيه وعبر قناه النادي الاهلي المصري، اهلا وسهلا بالجميع هنا باحلى اللمسات. تحياتي عصام عبد، نلتقي وياكم ان شاء الله من جديد مع مطلع الشوط الثاني. حضراتكم التحيه من جديد. شوط المباراه الثاني في المباراه الجميله، في الاحتفاليه الجميله، في الليله الجميله، الليله السعيده بالنسبه لنادي الفجيره، ليله الاحتفال ب 50 سنه اليوبيل الفضي بالنسبه لنادي الفجيره. علاقه جميله جدا ما بين مارادونا ما بين كل لاعبي نادي الفجيره في هذا المساء. ادي دييجو ارماندو مارادونا خير من انجبت الملاعب العالميه، وادي وجود اسمه الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي الداعم الاول للرياضه هنا في الفجيره.
شخصية الرياضية الرائعة جدا 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 وتطور الكبير في الفترة الماضية، وإن شاء الله مزيد من نجاحات إن شاء الله. وجوده النهاردة طبعا ينور الملعب، يزين اللقاء، يضيف إضافات كبيرة جدا على هذا المساء هنا في هذه الليلة وفي هذا اللقاء الجميل، لقاء الأشقاء، لقاء فريق نادي الفوجيرا وادي دييغو أرماندو مارادونا. يترجم، يعطي تعليمات ويعطي إشارات في شوط ثاني، نتمنى إن شاء الله نستمتع من خلاله في هذه المباراة الجميلة. كل يتمنى المشاركة. أدي النجم الكبير عمر عبد الرحمن صاحب اللمسات الجميلة السحرية في الشوط الأول، واحد من عباقرة كرة القدم العربية والخليجية، نجم الكبير عمر عبد الرحمن ولاعب نادي العين. وفي خروج ياسر القحطاني، وحيشارك اللاعب رقم 9 الآن في هذا المساء اللاعب دانيلو. إذن خروج ياسر القحطاني ومشاركة دانيلو، مجموعة من نجوم حتشارك النهاردة. خرج الشوط الأول أحمد راشد، ويشارك لاعب مهند خميس اللاعب رقم 25 لاعب نادي الفوجيرا. إذن الشوط الثاني إذن يخرج أيضا أحمد خميس ويشارك اللاعب رقم 28 الآن في هذا المساء. مشاركات خروج اللاعب رقم 18 يوهر فرحات ودخول اللاعب رقم 24 أحمد موسى. إذن نزول أحمد موسى، خروج جوهر فرحان، أدي أحمد موسى كمان بيشارك، اللاعب رقم 24 يشارك في هذا المساء. ومشاركة بالنسبة للاعب دانيلو، أسماء موجودة بتشارك في هذا المساء مع فريق نادي الفوجيرا في احتفالية جميلة. يشارك معاه طبعا النادي الأهلي، الأهلي نفس اللاعبين اللي بدأ بيهم المباراة، علي لطفي حارس مرمى، أربعة مدافعين بس، معالي على اليمين محمد نجيب، محمد هاني، صبر رحيل، هشام محمد، عمرو السليح، حسام غالي، اسلام محارب، احمد حمودي، ميدو جابر، مجموعه اللعيبه اللي دافع بيها في بدايه الماتش حسام البدري. هنا في خطا وركله حره مباشره، ادي اكتر لاعب خد اخطاء عمر عبد الرحمن، حافظينه طبعا لعيب صبري رحيل، يتكلم معاه يتعامل معاه، خطيره جدا محاوله عرضيه، ركله جزاء ولا لا؟ اوه خطيره جدا، خطيرة جدا لصالح فريق الفوجيرا. والله الفوجيرا يقدم مباراة كرة قدم جميلة. شوف الضغط العالي على طول تاني لمحي، ضغط وانتفاضة ممتازة، خطير جدا، محاولة تسديدها، ولد لعيب عظيم، يا الله يا الله يا الله، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، كرة جميلة جدا، ماتش رائع، ماتش رائع الحقيقة، استفاد فيه نادي الفوجيرا واستفاد فيه النادي الأهلي. مباراة كرنفالية إنما بروح إيه، بروح رسمية، مباراة كرنفالية جميلة. شوف الكرة، شوف الكرة، تلقى للنادي الأهلي خطيرة لكن يطلع على طول الدفاع الثاني. أوه الفوجيرا كبير جدا في هذا المساء، الفوجيرا كبير جدا في هذا المساء، لقاء على قدر البطل، على قدر الضيف، طموحات ممتازة. عمر عبد الرحمن والتمرير في العمق، بص يعدي ازاي، هو ده عمر، هو ده عمر، هو ده عمر، تمريراته يا الله على عمر عبد الرحمن، يا الله على تمريرات عمر عبد الرحمن. شوف 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 الدليفري، تصوير جميل ولقطة جميلة وانطلاقة بدون تسلل. المساعد الثاني ده 100 100، المساعد الثاني ده 100 100، حسن حمد مساعد الثاني 100 100 الحقيقة. شوف الكرة العرضية وادي المحاولة على طول، لكن كانوا بيطلبوا ركله جزاء من لاعبي نادي الفوجيرا، وادي التسديده من عمر عبد الرحمن بلياردو. اوه صعب عليك يا علي يا لطفي، لكن القائم نفس القائم اللي تعاطف مع نادي الفوجيرا يتعاطف مع النادي الاهلي. بقول لك اشقاء، شوف نفس القائم، القائم تعاطف في الشوط الاول مع نادي النادي الاهلي بالقميص الازرق. بصوا برضه تمريراته خطير جدا الولد، خطير جدا عمر، لكن على طول الكره تاني الى حارس المرمى علي لطفي. القائم الايمن تعاطف مع علي لطفي مره، وتعاطف مع ماجد ناصر في الشوط الاول مره. دقيقتين ثلاثه مع انطلاقه الشوط الثاني من هذا اللقاء، ولا زال التقدم للاهلي. خطيره علي لطفي، علي لطفي ممتازه بالنسبه للفوجيرا، فوجيرا يحاول ينطلق الفوجيرا، والحكم موجود، الحكم موجود، ولاعيب الفوجيرا كان عاوزين ركله جزاء. ادي علي لطفي، ادي علي، يلا ان شاء الله الماتشات تجيبه. حراسه لما بيكونوا بعيدين او بعاد شويه عن المشاركة بيبقى في بعض المشاكل طبعا. ادي علي لطفي، النادي الاهلي معاه مدرب حراس ممتاز طارق سليمان، شغله واضح جدا جدا على الشناوي وعلى مجموعة الاسماء اللي موجودة مع النادي الاهلي، شريف اكرامي وعلي لطفي والبقية
لان طبعا لما يكون متالق الحارس في المنتخب لابد تشيد بمدرب حراس النادي اللي بيجي منه طبعا بيبقى معدي اعداد كويس وهو اللي بيقعد معاه فترات طويله في جزء التدريب بالاضافه طبعا للكابتن احمد ناجي المدرب الكبير مع المنتخب الوطني في حراسه المرمى. انطلاق على طول اماميه انتفاضه اهلاويه خطير الاهلي خطير الاهلي الثاني بعيده البعيده ممكن خطيره هوبا انطلاق الاهلي وتسديد لكن على طول بعيده ركله مرمى حمودي حمودي يا حمودي حمودي يا حمودي انما شوف كله مستمتع ازاي اجواء جميله اجواء جميله جدا جدا احتفال واحتفاليه نادي الفجيره اليوبيل الفضي 50 عام على تاسيس هذا النادي الكبير منذ عام التاسيس 1968 1968 شخصيات جميله تناوبت على رئاسه هذا النادي وحب وعشق هذا النادي فوصل نادي الفجيره الى هذا الكرنفال الجميل وقريب الحقيقه بفارق الاربع نقاط عن شقيقه نادي بنياس في الصداره واللي فارق اربع نقاط عن نادي الفجيره ونادي الفجيره السنه دي طبعا عنده فرصه كبيره جدا انه يصعد وانه يكون موجود مع الكبار يكون موجود مع الكبار ومن قبل لعب طبعا مع الاضواء شهره خطيره لكن المره دي سهله لحارس المرمى ماجد ناصر هل ممكن يشارك فهد الضنحاني حارس مرمى ايضا من هذه المدينه من الفجيره الجميله موجود فهد الضنحاني تمشي على طول الكره ثاني واللاعب المعار من نادي الوحده الاماراتي لاعب المعار من نادي الوحده الاماراتي تمشي على طول الكره الثانيه اماميه ملعوبه انطلاقات ثاني من جديد لكن على طول ملعوبه ثاني هذا الضغط مدربين مصريين كبار اشتغلوا هنا اشتغل هنا محمدين من النادي الاهلي واشتغل في هذا النادي عوضين ومحمدين عوضين من مصر ايضا طه بصري احمد رفعت حسن شحاته البوري كل هذه الاسماء عملت هنا في نادي الفجيره وكان لهم سنوات الحياه لا تنسى اطلاقا بوجود اسماء كبيره جدا وجود اسماء كبيره جدا سمير محمد علي عبد المولى كشار طارق عبد العليم كل دي اسماء اشتغلت مع نادي الفجيره سواء في المراحل السنيه او الفريق الاول وتواجدت لسنوات وسنوات تواجدت لسنوات وسنوات تمشي على طول الكره الثانيه اماميه بالنسبه لصالح الفجيره الفجيرة الشامخة جبال الفجيرة الشامخة الجبال تتحدث عن نفسها في هذا المساء فريق يعمل جيم كبير امام النادي الاهلي في هذه الليلة انطلاق على طول تاني في جبل الاسرة محاولة هوبا التسديدة محاولة تانية ولد خطيرة خطيرة الاهلي بدون مهاجم صريح لكن موجود حمودي وموجود اسلام محارب وموجود ميدو جابر وطبعا البرنس حسام غالي بالاضافه لهشام محمد والسلية باسم علي محمد نجيب محمد هاني صبر رحيل وحارس المرمى علي لطفي امسيه كرويه كله مستمتع مجموعه اللعيبه اللي هتلعب فتره طويله جدا بالنسبه للنادي الاهلي في هذا المساء موجود على مقاعد البدلاء محمود صابر لعيبه الشباب الصغيرين ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق محمد شريف اللاعب القادم والمنتقل للنادي الاهلي حديثا كريم يحيى وحارس المرمى رمضان مصطفى كريم يحيى محمد شريف محمود صابر اسماء ان شاء الله نشوفها في السنوات اللي جايه يكون ليها دور مع النادي الاهلي الكبير تمشي على طول الكره ثاني سبع دقائق اولى اصدقائي المشاهدين ولا زال التقدم الاهلي ينطلق الاهلي اشتغل الاهلي تروح الكره ثاني عن طريق برنس الاهلي حسام غالي ويطلع على طول ثاني الدفاع من جديد يطلع الدفاع بالنسبه للاهلي من جديد الله كمانت كبير يا اهلي كمانت كبير يا اهلي الاهلي يبحث الاهلي ينطلق الاهلي يبتكر ظهر هلال الاهلي مع الهدف الاول ودي عمرو السلية مقدم مباراه جميله جدا عمرو السلية في هذا المساء يقدم ماتش كبير جدا عمرو السلية هنا في هذا المساء ركله حره مباشره على طول اماميه طويله خطيره الكره ثاني لكن الى حارس المرمى الزياره الثانيه بالنسبه للنادي الاهلي الفجيره النادي الاهلي ايضا كان زار دوله الامارات في مباريات وديه كابتن محمود الخطيب كان لعب في اعتزال يوسف محمد وجاسم محمد 85 86 كان يومها محمود الخطيب كان مصاب ولعب في الهافتايم الثاني ونزوله في الهافتايم الثاني كان اشعل كل المدرجات طبعا سبحان الله تلف الان من 85 86 واصبح الان بيبو رئيس للنادي الاهلي رئيس للقلعه الحمراء مع الرفاق يبحث عن بطوله اخرى بعد بطوله الدوري الثاني الالقاب بالنسبه لمجلس الاداره طبعا بقياده محمود الخطيب بيبو الرجل اللي بيكمل طبعا المشاوير والمشوار الجميل بالنسبه لكل رؤساء النادي الاهلي عبر التاريخ وهكذا حال واحوال
الانديه الكبيره على غرار وقيمه النادي الاهلي. 8 دقائق اولى، محاوله كروس باس بالنسبه لصالح الكرات العرضيه للاهلي مره اخرى. ثاني ماجد ناصر حارس المرمى، ماجد مكسب فيه كبير، خطيره جدا يا ولد. الله، هو حبيبي حبيبي قلبي حسام غالي يا ولد. الله الله الله، كفاني 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 كفاني، لكن على طول يتألق حسام غالي. شوف الهدف عند دول غير، الهدف عند الناس دي لحسام غالي. تاني بص اللعيبه، بص اللعيبه، يجمع اللعيبه، رجل المهام الصعبه وكفاني النادي الاهلي. بص شوف حسام غالي لسه الاورجواي، وكان بيلعب من يومين وهدف، لكن كان طبعا ابعد من كده. انما شوف حسام غالي، شوف القرار، راحت له الكوره بالراس، وهو ده نجم النادي الاهلي وبرنس النادي الاهلي واستاذ النادي الاهلي وفنان من فنانين الاهلي. هات في جوه، هات بالشمال يا حبيبي، هات بالشمال يا حبيبي، هات. شوف حسام غالي هدف ليه طعم تاني، يتجمع عليه اللعيبه كقيمه وكقامه ممتازه ممتازه ممتازه. شوف حسام غالي، شوف بالقدم اليسرى يا ولد العيب، يا ولد يا لعيب. في الخمسين عام بتاع الفجيرة حسام غالي يسجل هدف ما ينساوش لمدة 50 سنة. بص شوف الكرة يا ولد، يا ولد على الباكورد، يا ولد على الكرة الجميلة من حسام غالي. هدف جميل في ليلة جميلة، الليلة كلها حلوة، الليلة كلها هنا في الإمارات حلوة، ويجملها طبعا وتجملها الأهداف الجميلة بالنسبة للأهلي. يسجل هدف أهلاوي جميل، 2-0 الآن. أدي حسام غالي هدف تاني غير. ابعت يا عم الكوبلات، ابعت، مفيش مشكله. حسام غالي، حسام غالي نموذج جميل جدا. وادي ماجد ناصر، ماجد ناصر وحيشارك الان بديل اخر. اذا الان مشاركه اخرى بالنسبه لصالح فريق نادي الفجيره. يخرج النجم الكبير جدا الحارس ماجد ناصر، انطلاق على طول تاني في الامام، كرات الاماميه على طول تاني من جديد. اذا مشاركه صالح ربيع حارس المرمى، انطلاق على طول تاني في نص الملعب. اخو علي ربيع الحارس الكبير والحارس المعروف مع نادي عجمان. اذا نزول صالح ربيع حارس مرمى بديل بالنسبه لصالح فجيره، خطيره في البعيده، اوبا، ولكن تسلل، تسلل مكاسب بالجمله النهارده. ادي دانيلو، وادي نزول الحارس صالح ربيع، مشاركه صالح ربيع. ادي انطلاق على طول اماميه، كرة تانية أمامية ملعوبة، محاولات من الجانب الأيمن، الانطلاقة بالنسبة لصالح نادي الأهلي تاني. هدف جميل جدا لحسام غالي، هدف جميل جدا لحسام غالي، رائع وراقي، وتبادل الأدوار حراسة المرمى عن طريق الحارس ربيع. انطلاقة خطيرة أهلاوية، هوب الأهلي ينتفض الأهلي، تمريرة جميلة جدا، لكن على طول حسام غالي يلعب الكرة مع حمودي. شوف الدور بتاع حسام غالي، الدور بتاع حسام غالي دور كبير، وجوده مهم جدا مع النادي الاهلي، يعمل مباراة رائعة جدا حسام غالي في هذا المساء. تمشي كرة تاني على طول بالنسبة لصالح نادي الفجيرة، 2-0 للنادي الاهلي، هدف رائع بالنسبة لحسام غالي الهدف الثاني. يمشي على طول الكرة تاني، عمر عبد الرحمن عمل لمسات جميلة في الأفطايم الأول. يا سلام كده لو المخرج يجيب اللمسات الحلوة بتاعت غالي وعمر عبد الرحمن وياسر القحطاني والحاجات اللي كانت حلوة بتاع الأفطايم الثاني. كان في أوبن بوفيه جميل، مجموعة مهارات ممتازة، مجموعة مهارات ممتازة. فجيرة يستفيد استفادة كبيرة جدا من هذا المساء، وأيضا النادي الأهلي يتقابل أمام تيم جميل، تيم الحياة قدم كرة قدم نموذجية في شوط المباراة الأول، وأيضا هدد مرمى الحارس علي لطفي لأوقات كثيرة جدا في هذا المساء عمر عبد الرحمن ورفاق. تمشي على طول الكرة الثانية طويلة أمامية، ميدو جابر نجم الكبير حمودي، يلعب حمودي على طول تاني هشام محمد. شوف الأهلي عنده تخمة من لعيب، عنده تخمه من اللعيب، اي حد ما يقلقش في الدنيا دي على النادي الاهلي. شوف مجموعه اللعيبه المعارين واللعيبه اللي موجودين واللعيبه اللي في منتخبات المراحل السنيه، مراحل الناشئين، مراحل الناشئين، مراحل السنيه على مر التاريخ. على فكره لابد النهارده على ذكر بدر رجب ووجوده مع الاستوديو التحليلي
يبقى بدر رجب واحد من الاسماء العظيمه، واحد من الاسماء الكبيره، تمشي على طول الكره خطيره جدا محاوله، لكن يطلع على طول تاني الدفاع، يطلع على طول تاني الدفاع من جديد. كره مش ممكن. بدر رجب يبقى اسم ممتاز من المدربين المميزين جدا للنادي الاهلي، وكان ليه طبعا بصمات على مجموعه كبيره من اللعيبه اللي اصبحوا الان في قوام المنتخب الاول ومنتخبات الاولمبيه، المجموعه اللي طلعت للنادي الاهلي في الفلسطين في الفريق الاول. كره تاني على طول طويله اماميه تاني من الجبل يمنى. معانا النهارده طبعا فادي خميس النجم الكبير، واحد من الاسماء العظيمه في كره القدم الاماراتيه ونادي الوصل، وطبعا معانا العبقري والعظيم في كره القدم، واحد من افضل مدربين اللي مر على تاريخ الكره المصريه، انه الكبير محسن صالح، صاحب مباراه من اجمل واحلى مباريات كره القدم في الدوري المصري. انه الكبير محسن صالح مدرب المنتخب الوطني السابق، واحد من الاسماء الكبيره جدا مع عده انديه ومنتخبات عربيه، اليمن وليبيا ومنتخبات شقيقه كبيره. انطلاق على طول تاني في الجبل يسرى، ربع ساعه اولى في مباراه جميله وفي ليله احتفاليه جميله. حسام غالي يتالق، يبتكر خطيره، هوبا الثالث. يا حمودي هيخرج خلاص، حمودي. اذا محمد شريف اللاعب الجديد مع النادي الاهلي هيشارك الان. محمد شريف الاهلي هيشارك الان، محمد شريف بديل لحمودي، هيخرج حمودي وهيشارك محمد شريف. وادي حسام البدري النمبر 1، حسام البدري 9 القاب بالنسبه للبدري، 17 مباراه متتاليه بدون خساره بالنسبه لابن البدري. محمد شريف هيشارك الان ويخرج احمد حمودي. اذا مشاركه اللاعب محمد شريف، اللعيبه الصغار اللي النادي الاهلي جايبهم عشان من خلال تواجدهم مع النادي الاهلي هيبقوا كبار. نادي عظيم، نادي كبير طبعا، لعب ليه موضوع تاني، حدوته تانيه، وحلم كبير بالنسبه لاي لاعب مصري انه يرتدي قميص قطبي كبير جدا اسمه النادي الاهلي. الحقيقه في سنوات تمشي على طول الكره تانيه، خطيره ممتازه. اوبا، الله، يا ولد يا اسلام يا محارب، يا ولد على الهدف الجميل. اسلام محارب فرح الدنيا، فرح الجمهور، فرح الصغير والكبير. يا ولد والله كمان انت جميله يا صغيرتي مع كبير اسمه النادي الاهلي. بص شوف الاهلي بيعمل ايه، لمسات غمزات. انه الكبير الاهلي، الاهلي حير الدنيا، حير الجميع. انما السؤال يكمن دايما في اسم النادي الاهلي، الحل والاجابه كلها تبقى دائما في اسم النادي الاهلي. شوف اللمسه، شوف اسلام محارب ترقيصه 7 8 3 جميله، الله الله، رقص كل الناس وحط الكوره على واحد من الحراس الجمال، الحارس صالح ربيع. اذا يسجل النادي الاهلي ثالث اهدافه، هدف جميل بالنسبه لحسام غالي وهدف ممتاز بالنسبه للنجم الكبير اسلام محارب. ثالث اهدافه في مباراه جميله في 16 دقيقه لعب في ماتش الحياه منذ الوهله الاولى، منذ اللحظه الاولى، في اسماء وفي نجوم وفي كبار يتالقوا ويتقدمهم طبعا عمر عبد الرحمن والفنان حسام غالي، وينضم اليهم اسلام محارب بهدف راقي ورائع جدا هنا في هذا المساء الجميل. يمشي على طول فجيره خطيره، الفجيره، الجول، هوبا، الهدف الاول، جول للفجيره، 3-1 3-1 3-1 يسجل نادي الفجيره هدف. فريق اللي هدد مرمى النادي الاهلي في اكثر من موقف، شوف الكره، شوف الانطلاقه، شوف تحركات لعيبه كبار، لعيبه كبار. يتالق الان نادي الفجيره ويسجل هدف جميل جميل جميل. اذن المتابعه، اذن دانيلو والبدلاء بتوع الافطايم الثاني يصنعون الفارق في هذه الليله. متعه 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 كبيره جدا عن طريق دانيلو، يسجل دانيلو. شوف الكرات العرضيه، شوف الكرات العرضيه تعدي من تحت ايد حارس المرمى، الحارس علي لطفي. تعدي الكرة من تحت ايد حارس المرمى علي لطفي ويسجل نادي الفجيره هدف جميل جدا. ممتاز الفجيره، انطلق الاهلي تاني. مباراه بطوله دي يا جماعه مش ممكن، لا 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 لا، مباراه جميله جميله جميله. اكبر حظ واكبر توفيق وفق فيه الحقيقه الفريقين ان هم تقابلوا في هذا المساء. الاهلي واخد المباراه باهميه ونادي الفجيره واخد المباراه باهميه واحتفاليه كرنفاليه. 50 سنة هو ده الناتج بتاع الرياضة هنا في الفجيرة الجميلة، هو ده الناتج بتاع الرياضة هنا في الفجيرة. أداء ممتاز جدا جدا بالنسبة للاعبي نادي الفجيرة، وتسجيل هدف أول لتدليل الفارق. عمر عبد الرحمن لاعب الكبير جدا بالنسبة لكرة القدم الإماراتية، الإمارات اللي عندها مجموعة وعندها جيل عظيم
كله زعل ان هذا الجيل ما يروحش كاس العالم، ما يكونش موجود في المونديال. كان نفسنا يكون الامارات موجوده في المونديال، منتخبات عربيه ممتازه موجوده. هنا في تبديل حيتم الان بالنسبه لصالح، يخرج ادريس فتوحي، يخرج ادريس فتوحي. ودخول اللاعب عمر كسوف رقم 21. انطلاقه على طول ثاني طويله اماميه، هذه المحاوله على طول ثاني في الامام من الجانب الايمن، يضغط على طول ثاني ويستخلص النادي الاهلي في نص ملعبه على طول ثاني فريق الفجيره. تحضير في نص الملعب، كرات اماميه، يشارك عمر كوسوكو بديل جديد بالنسبة لصالح فريق الفجيرة. هادي اليماحي، وليد اليماحي مدافع القوي جدا، وهادي دييغو أرماندو مارادونا. استمتع مارادونا بهذه الأجواء، مستمتع مارادونا بهذه الأجواء. مارادونا على فكرة كان شكر كتير جدا في مصر، خلي بالك شكر كتير جدا خلال تصفيات كاس العالم، كان أشاد بالمنتخب المصري لعدة مرات على فكرة. دييغو أرماندو مارادونا من اللعيبة أيضا اللي بحبها جدا في المنتخب المصري، كنا قابلناه قريب، اتكلم عن صلاح بشكل جميل جدا، والإشادة لما تيجي من قيمة كبيرة زي دييغو أرماندو مارادونا، اتكلم إنه لاعب يعني كامل الأوصاف، عنده سمات وعنده صفات، إن شاء الله يوفق مع المنتخب الوطني ومجموعة اللاعبين إن شاء الله في المونديال، وده الأهم طبعا. تمشي على طول الكرة الثانية أمامية، تلت ساعة أولى جميلة، نادي الفجيرة يدلل الفارق ويسجل هدف في مرمى النادي الأهلي. مجموعة اللعيبة البدلاء كلهم عندهم دوافع، انطلاقة خطيرة، هو ده هو ده عمر عبد الرحمن. عمر والعرضية الجميلة من عمر، شوف بيوديها ازاي بالماس، بيوديها بالماس، لعيب كرة صعب جدا الملاعب العربية تجيب واحد زيه بعد 500 سنة بصراحة. مهارته عالية، إمكانياته عالية، قدراته عالية، عنده رجل فيها سبع اتجاهات، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. عمر عبد الرحمن موضوع وحكاية ورواية، والفن هو واحد من عناوين، عنوان للفن الجميل عمر عبد الرحمن، كقيمة كبيرة جدا في كرة القدم الإماراتي. لاعب نادي العين، نادي العين زي ما قلنا لحضراتكم متصدر الترتيب في كرة القدم الإمارات، متصدر الجدول. انطلاقة ثانية أمامية، لكن على طول يضغط عليه الدفاع وتروح الكرة إلى ركلة ركني. باسم علي بيلعب عليه جامد عشان ما يحاولش هو يعمل له مشاكل. وليد اليماحي، عمر عبد الرحمن ثاني، لمسة ثانية على طول الفجيرة جميلة، اليماحي ملك الكروس باص، اليماحي يضغط عليه تاني، دفاع الاهلي ممتاز الفجيره، ويطلع على طول تاني عمرو السليه. عملتش حلو قوي السليه، شوف كنترول عامل ازاي، شوف تسعى الكره ازاي، مغناطيس مغناطيس، تمشي الكره تاني على طول اماميه لكن بعيده وركله مر. عامل دويتو جميل كمان مع حسين الشحات، حسين الشحات اللاعب العربي المصري المتالق بقميص نادي العين، لاعب اللي دخل سريعا في نادي العين وفي منظومه نادي العين. الان في تبديلين هيشاركوا دفعه واحده بالنسبه لنادي الفجيره، في تبديلين حيشاركوا لنادي الفجيرة الآن في هذا المساء. هذه الانطلاقة على طول تاني، هذه مشاركة اللاعب فرج، ركلة مرمى، تمشي على طول الكرة تاني طويلة أمامية، عبد الله فرج، يخرج حمدان قاسم ويشارك عبد الله فرج، ويخرج وليد اليماحي ويشارك ابراهيم اليماحي. ابراهيم اليماحي ويشارك عبد الله فرج. تبديلات في الهافتايم الثاني، اذا مشاركه ابراهيم علي، وليد اليماحي يخرج، عبد الله فرج يشارك، يخرج حمدان قاسم، مجموعه من اللعيبه تخرج في الهافتايم الثاني في مباراة تاريخية جميلة بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لنادي الفجيرة، في أجواء وطقس ممتاز بالنسبة لهذه الليلة. كرة تانية على طول ملعوبة، نزول حارس المرمى الحارس صالح ربيع، خروج النجم الكبير ماجد ناصر، مجموعة من الأسماء بتخرج في الهافتايم الثاني. هذه انطلاقة تانية على طول أمامية، محاولة في الامام، وادي على طول كوسوكو، عمر كوسوكو،
عمر كوسوكو دفعتين على طول للثلث الامامي. هذه المحاولات الاماميه الاهلاويه خطيره جدا. الثاني الرابع 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 يا ولد على الاهلي، جول رابع للنادي الاهلي، يسجل الاهلي رابع الاهداف. الله عليك يا اهلي، الله عليك يا اهلي، رابع الاهداف يسجلها النادي الاهلي. شوف الفرحه وشوف الجمال، وادي الكوره وادي الهدف الجميل الهدف الرابع، وادي مارادونا مارادونا 4-1 الاهلي. شوف الخطا الكبير في التمركز الدفاعي، انما شوف غالي، شوف غالي، ليلتك يا غالي، ليلتك يا غالي، حد ما ياخدش باله من حسام غالي. يا الله يا الله على الاهلي وجماله. شوف الكوره، شوف الكوره، شوف الروعه، وحارس المرمى حب يقفل الجبل يسرى، لكن في ذكاء عالي كبير يا ولد يا ولد يا ولد، من زاويه ضيقه جدا يسجل النادي الاهلي هدف جميل عن طريق محارب. الهدف الثاني للشخصي والرابع للنادي الاهلي، يسجل رابع اهداف اللقاء اسلام محارب في روعه جميله في كرنفال جميل، يثبت الاهلي قدراته عن طريق اسلام محارب. الاهلي بمن حضر، الاهلي بمن تواجد، انما النهارده الحقيقه مستمتع بحاجه جميله اسمها حسام غالي. يدي اداء كبير هشام محمد نجم كبير عمرو السليه، شوف الاسماء اللي موجوده مع النادي الاهلي يلعبوا تحت الاسترايكر ما فيش مشكله، هشام محمد وعمرو السليه ولعيبه المعارين واسماء جميله جدا جدا. وهذه الانطلاقه على طول تاني في الجبل يمنى، قريت ان شاء الله من عن رساله هنا حتى من الامارات بالنسبه لصالح جمعه، مجموعه اللعيبه اللي عندها موهبه وربنا اداها موهبه كبيره جدا، يعني نجم كبير صالح جمعه الحقيقه، نجم كبير جدا صالح جمعه. تمشي على طول الكره الثانيه اماميه خطيره والحكم موجود، حكم عامل مباراه كبيره جدا برغم اللي بقول لحضراتكم عليه ان في هدف بالنسبه للفجيره في الشوط الاول، وفي ايضا هدف بالنسبه للنادي في الشوط الاول، هم دول اهم النقاط على المستوى التحكيمي. انما المباراه واخده اجواء جميله، واخدة أجواء كرنفالية جميلة جدا جدا في هذا المساء. مشاركة مجموعة من اللاعبين دانيلو وكوسوكو، يلعب على طول الكرة بالراس تاني بالنسبة لصالح فريق نادي الفجيرة، الفريق اللي بيأمل ويتمنى الآن يسجل أهداف أخرى. موجود النجم والقيمة الكبيرة عمر عبد الرحمن اللي أصبح الآن في الجبل يمنى، بيلعب عن طريق اللاعب باسم علي، تمشي على طول الكرة تاني من جديد، لكن في الأخير إلى رمي التماس، رمي التماس. الفجيرة الفجيرة حصنوا الذئاب، الفجيرة القلعة الحمراء والفجيرة الشامخة جبال الفجيرة. لسه لحد الآن اللقاء يتبقى فيه 19 دقيقة، 19 دقيقة متبقية هنا على المباراة التاريخية واللقاء الكرنفالي الجميل وأحلى وأجمل احتفالية بحضور قيمة كبيرة جدا اسمها النادي الأهلي المصري. يا سلام عليك حسام غالي، وجه القدم الخارجي جميل، مزاجه عالي قوي النهارده حسام غالي، ما شاء الله مزاجه عالي جدا جدا حسام غالي. علم علم يا معلم، علم يا حسام يا غالي، علم يا معلم، علم يا سلية، علم يا محارب، علم يا ميدو، ميدو جابر، هشام محمد، عمرو السلية، باسم نجيب، هاني وصبري رحيل، وعلي لطفي مع حراسة المرمى. روعة بأربع أهداف، متعة بأربع أهداف. شفنا أسماء كبيرة النهاردة من جانب فريق نادي الفجيرة، استمتعنا ورجعنا شريط الذكريات مع ياسر القحطاني النجم العربي الكبير، نجم العربي السعودي الشقيق الجميل. اسلام محارب وحسام غالي، هاتريك بالنسبه لاسلام، يمشي على طول الكره تاني في الجبل اليسرى، التحول للشق الهجومي تاني كوسوكو، لكن يقطع الكره تاني. يا سلام هشام محمد لعيب جامد، هشام محمد تمشي كره تاني عن طريق الفنان حسام غالي، حسام غالي كل جمهور الكره تيجي تحت غالي موضوع تاني، يمشي على طول الكره تاني النادي الاهلي وان تاتش جميل حسام غالي، لكن يقطع تاني وتمشي للاهلي تاني. ثلاث اربع نقلات، خمس ست نقلات، فرقه عندها كل كيان البطوله، كل كيان البطولة. النادي الاهلي الحقيقة اللي يلعب له اللي يمشي جنب السور بتاعه يكبره، ما بالك اللي يلعب فيه، ما بالك اللي ينال شرف انه يكون في مجلس ادارته، ما بالك في شرف انه يكون كابتن لهذا الفريق لهذا النادي، انه يكون موجود. فقيمة كبيرة جدا الحقيقة، تاريخ من الانجازات، 125 بطولة لم تأتي من فراغ، مشاركة في عدة بطولات قارية وعالمية، فارس القارة الافريقية، حدوتة الكرة العالمية، وواحد من القيمة الكبيرة في كرة القدم الحديثة، هو قديم وحديث في نفس الوقت. يمشي شريف، يمشي محمد شريف، شريف ينطلق، شريف شريف محمد شريف، فتى جديد بالنسبة للنادي الأهلي. الأهلي بدأ يجيب مجموعة من اللعيبة الصغار عشان يدخل الصغير مع الكبير، تمشي للكبير عمر، هو ده عمر عبد الرحمن، عمر العب يا عمر، عمر وزيادة يا ولد، بس عامل الكرة فين؟ مش ممكن، عمر عبد الرحمن خطيرة 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 خطيرة، عمر عبد الرحمن. انطلاقة على طول تاني في الجانب الأيمن، النادي الأهلي كان عنده أكثر من زيارة
في درة ملاعب العالم في الملعب العظيم ملعب استاد عزاء بن زايد، معقل النادي العين، والملعب الجميل والملعب التاريخي اللي بيستضيف دايما السوبر المصري. كان لاعب حسام غالي هناك ولعب مجموعه من اللعيبه دي كلها اللي مشاركه النهارده في هذا اللقاء. واصبحت الحقيقه الملاعب الاماراتيه والانديه الاماراتيه والبطوله المصريه اصبحت الان بشكل جميل جدا جدا هنا في دوله الامارات العربيه المتحده. الفرق المصريه لما بتيجي هنا بتحس ان هي رايحه اسكندريه، رايحه شارم، رايحه كده، نفس المكان، نفس الاجواء، نفس الحب، نفس الجماهير المتواجده. عموما في تبديل هيتم الان بالنسبه للنادي الاهلي، وايضا تبديل الدفع بحارس المرمى نزول فهد الضنحاني، واحد من ابناء هذه المدينه الجميله، واحد من ابناء اماره الفجيره. ينزل على طول فهد الضنحاني حارس مرمى، مستواه السنه دي ولع، مستواه السنه دي ولع ما شاء الله مع مجموعه الاسماء. لاعب نادي الوحده الاماراتي، لاعب نادي الوحده الاماراتي، واللي دايما بيكن كل احترام وتقدير طبعا لمدرب حراس اشتغل معاه فتره طويله، ايضا مصري، وعمار معاذ، واحد من الاسماء الجميله جدا على مستوى المدربين هنا في دوله الامارات. اشتغل معاه واشتغل مع مجموعه من الاسماء مع فريق نادي الوحده. السنه دي الوحده معاهم حارس عظيم هنتفرج عليه كلنا كعرب ان شاء الله، اسمه محمد الشمسي، هتشوفوه مع المنتخب الاماراتي، واحد من الاسماء اللي ان شاء الله اتمنى لها الذهاب بعيدا كحارس مرمى وقيمه كبيره مع الفريق العنابي الامارات. اسمه محمد الشمس، محدش ينسى الاسم ده، ممتاز، قيمه كبيره. تمشي على طول الكره في اليسار الاهلاويه، الاهلي باربع اهداف والفجيره بهدف وحيد. انما المباراه فيها متعه، فيها اسلام محارب، وفيها حسام غالي، وفيها همسات، تيكي تاكا تيكي تاكا. نادي الاهلي تاني، لكن على طول الكره تاني الى ركله ركنيه. حسام غالي رجع 20 سنه لورا يا ولد. قيمه يا جماعه، قيمه. حسام غالي ده يبطل بكره افتح له تلفزيون يعني، ولد ما شاء الله عليه، هو يشتغل مدرب عظيم وعنده كل السمات ما شاء الله. يعني حسام غالي ده بعد ما يبطل كوره لعيب اول ستار او سوبر ستار ما شاء الله، تلاقيه في كل مكان في كل مجال، عشق النادي والنادي عشقه، وقف جنب النادي في محطات كثيره. جمهور النادي الاهلي طبعا يحبه حب كبير، والحب متبادل ما بين هذا الجمهور الكبير وحسام غالي كقيمه كبيره تظهر هنا في الفجيره. مستمتع جدا بالاجواء بالاتموسفير الاهلاوي، وفريق الفجيره هيغير مجموعه كبيره من اللاعبين. دييجو ارماندو مارادونا، اللعيبه دي كلها طبعا منهم لعيبه صغار ما اتفرجوش على مارادونا. ده مارادونا ده كان ايه؟ كان ايه؟ يا نهار ابيض على مارادونا ده. المونديال يتحدث عن نفسه، المكسيك بارقامها بالقبها تتحدث. اذا في تبديلات هتتم الان بالنسبه لنادي الفجيره في ليله كرنفاليه جميله. ليله كرنفاليه جميله، يتقدم ويزين الحضور اسمه الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، الداعم ورئيس هذا النادي، رئيس نادي الفجيره، واللي حضر في هذا المساء وكرم ايضا نجوم النادي الاهلي في امسيه طبعا وفي حاله كانت جميله امس طبعا عند وصول النادي الاهلي، تم تكريمه وبعثه جميله واجواء جميله. عموما تبديلات تتوالى الان. عمر عبد الرحمن، شوف 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 الحضن ده، دلاله شديده على قيمه عمر الفنيه من مارادونا، من مارادونا، حضن من مارادونا، وبيشجع عمر عبد الرحمن. الله عليك، كمان انت كبير يا عمر، والله لقطه للتاريخ، لقطه للتاريخ. دي 77 في اليوم، في اليوم الجميل، في السنه رقم 50 من تاريخ نادي الفجيره، دييجو ارماندو مارادونا يطلب من الجماهير تشجع وتؤازر عمر عبد الرحمن كقيم. عمر عبد الرحمن كقيمه كبيره، قيمه عربيه لينا كلنا وكقيمه اماراتيه ممتازه. تمشي على طول الكرة تاني بالنسبة لصالح النادي الأهلي، الأهلي أربع أهداف مقابل هدف. الأهلي أربع أهداف مقابل هدف، تمشي على طول عن طريق حسام غالي، التحضير لغالي، لكن يطلع على طول تاني الدفاع. مجموعة ممتازة من اللاعبين النهاردة شاركت في هذا الكرنفال، في هذا اللقاء الجميل. يمشي على طول الأهلي، محاولة عرضية للأهلي، خطير جدا خامس، لكن القائم مرة تانية عن طريق الضنحاني. الضنحاني الحارس الوحيد اللي ما خدش أهداف في مرمى. لسه لحد الآن الضنحاني ما دخلش ولا مرمى هدف. ما دخلش في مرمى هدف. واحد من ابناء هذه المدينه الجميله وهذه الاماره الجميله، محمد نجيب بقى مهاجم. محمد نجيب بقى مهاجم، ما الاهلي جاي ما معهوش مهاجم. الاهلي جاي ما عندوش راس حربه خالص، اساسي او ثابت او سترايكر. ازارو مع منتخب المغرب، مروان محسن موجود مع المنتخب، يرجع على طول تاني، لكن شوف قيمه الاهلي بمن حضر والتسديده القويه، لكن ركله مرمى، ركله مرمى. لاعب البديل البدلاء النهارده بالنسبه لصالح النادي الاهلي، ادي اسماء موجوده، وادي على طول فهد الضنحاني.
على طول الى حارس خرج دانييلو. مجموعه من اللعيبه شاركت لفترات حوالي 3 ساعه وخرج الثاني على طول ثاني من جديد تمشي على طول الكره ثاني. اخر 12 دقيقه اخيره على نهايه هذا اليوم الجميل الحقيقه. يوم جميل 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 يوم جميل 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 الحقيقه النهارده. حضور جماهيري واجواء جميله ومجموعه ممتازه من اللاعبين. شفنا متعه فنيه جميله. نادي الاهلي قدم طابلو رائع جدا في كره القدم ومجموعه اللعيبه اللي شاركت النهارده سواء من لاعبي نادي الفجيره او من اللعيبه اللي اتوا للمساهمه في نجاح هذا اليوم الجميل الحقيقه. يتقدمهم النجوم الكبار ياسر القحطاني والنجم الكبير عمر عبد الرحمن وباقي الرفاق في هذا المساء. دانييلو لاعب الوحيد اللي سجل هدف فريق نادي الفجيره خرج كمان لعب شويه وخرج يضغط على طول الاهلي تلقى على طول تاني حسام غالي. اهو ولد غالي حسام غالي حسام غالي عدى تاني عدى تاني عدى تاني حسام غالي لكن يقطع على طول تاني الدفاع يلعب على طول الدفاع ويطلع فريق نادي الفجيره. اعتذر حسام غالي هنا كره ملعوبه لكن يدي على طول الى رامي التماس. رامي التماس من الجانب الايسر. التقدم لا زال موجود 4-1 بالنسبه للنادي الاهلي. اخر 10 دقائق خلاص على نهايه الشوط الثاني والمباراه. اجواء جميله جدا زياره موفقه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. اضافه ممتازه جدا مجموعه اللعيبه بالنسبه لنادي الفجيره. وضعيه الفجيره الان في كره القدم وخريطه كره القدم وضعه كمركز وصيف خلف شقيقه فريق نادي بنياس. عوده بنياس للدرجه الممتازه ولدوري الخليج العربي. عوده نادي الفجيره مع مارادونا هيكون اضافه كبيره جدا. مجموعه اللعيبه والاستراتيجيه والتخطيط بعيد المدى بالنسبه للفجيره الان على مستوى الشق الرياضي. على مستوى الشق الرياضي بالنسبه لفريق طموح يامل ويتمنى ان شاء الله يكون موجود مع الكبار في الموسم القادم. يكون موجود في الموسم القادم. تمشي على طول الكره تاني اماميه جبل يسرى خميس القادم ان شاء الله في ماتش فاينل على كاس دوري الخليج العربي هنا في دوله الامارات العربيه المتحده. هيجمع الكبار فريق نادي الوصل امام فريق نادي الوحده. فاينل اول بطوله يعني محليه من البطولات الثلاثه. الدوري يتصدره نادي العين وكاس صاحب السمو رئيس الدوله هي البطوله الغاليه هنا في دوله الامارات العربيه المتحده. ايضا سوف يحدد البطل بتاعها طبعا لاحقا لسه الشهر القادم وبعد القادم البطولات ونهايه الموسم نهايه السيزون. سيزون طويل بالنسبه للفرق الاماراتيه والنادي الاهلي وبطل الكره المصريه بطل الدوري المصري. تمشي على طول الكره تاني في نص ملعب فريق نادي الفجيره اللي تناوب على تبديل اللاعبين. مجموعه كبيره جدا من اللاعبين مجموعه كبيره تشارك النهارده في لقاء النادي الاهلي كله مستمتع. تمشي على طول الكره تاني في الجانب الايسر بدلاء الافطايم الثاني ابراهيم علي. ابراهيم علي يخرج اليماحي وتمشي كره تاني في اليسار خرج عمر عبد الرحمن وخرج القحطاني يمشي عمر كوسوكو. ملعوبه الكره في اليسار يا ولد العين يعدي يمر يعدي يمر لكن يشيل الدفاع يعدي ويمر ويشيل الدفاع عن طريق لاعب صانيع نجم الكبير جدا صانيع. تمشي على طول الكره تاني من جديد اماميه ولكن حارس المرمى سهله جدا ما فيش مشكله سهله جدا ما فيش مشكله. ادي على طول انطلاقه تاني في الامام. مباراة كرنفالية جميلة جدا جدا. الاهلي استفاد استفادة ممتازة استفادة فنية. مجموعة كبيرة من اللعيبة لعبت عدد دقائق كبيرة جدا وده مكسب اكيد لان حسام البدري الزيارة طبعا والاحتفالية مع شقيقه فريق نادي الفجيرة وطبعا زيارات عديدة بالنسبة لكرة القدم المصرية والاندية المصرية مع الاندية الاماراتية طبعا شقيقتها في مباراة احتفالات كثيرة. شفنا احتفال النجم الكبير في هذا الخميس كان من الكرنفالات والمباريات الاحتفاليه الجميله. شفنا زهير بخيت وشفنا منتخب الوطن المصري في احتفاليات نجوم كبار جدا جدا اثروا الكره الاماراتيه. النهارده في ليله للتاريخ في ليله للتاريخ يشارك النادي الاهلي شقيقه فريق نادي الفجيره في الزياره الثانيه بالنسبه للقلعه الحمراء بالنسبه للنادي الاهلي المصري الى هذه الاماره الجميله الى الفجيره ويتقدم باربع اهداف مقابل هدف في مباراه مباراة المكاسب العديدة، مباراة المكاسب المتعددة العديدة في هذه الليلة. تمشي على طول الكرة تاني بالنسبة لصالح فريق نادي الفجيرة. الفجيرة اللي كان أهل الفجيرة وتغير 2006، يمشي كرة تاني خطيرة ممتازة، أوف سايد، تسلل، تسلل وخطأ على فريق نادي الفجيرة أوف سايد، مساعد ده ممتاز، مساعد ده ممتاز ممتاز. إنما واقف غلط بس جابها. يعني مش واقف مع تاني آخر مدافع قوي لكن جابها. الآن في تبديل للنادي الأهلي.
تبديل للنادي الاهلي الان. هذه التبديلات اللي حتتم بالنسبه للنادي الاهلي. خروج للنجم عمرو السلية. خروج للنجم عمرو السلية. نزول اللاعب كريم يحيى. نزول كريم يحيى. على طول الكرة تاني طويلة أمامية عالية. محاولة بالنسبة لصالح النادي الأهلي. يضغط تاني على طول ملعوبة. الانطلاقة الأمامية. بالنسبة لصالح نادي الفجيرة. محاولة تحضير للفجيرة. آخر ست دقائق على نهاية الشوط الثاني. هوب التصويبة. ولد. تسديدة لكن على طول الكرة إلى ركلة مرمى. أو ركلة ركنية. ركلة ركنية. اللاعب ديالو. ضغط الآن بالنسبة لمارادونا. يضغط على فريق النادي الأهلي. يضغط على النادي الأهلي ضغط ممتاز. ضغط ممتاز الآن. ركلة ركنية لصالح نادي الفجيرة. أربع أهداف مقابل هدف والخمس دقائق الأخيرة. الفجيرة يبحث عن تدليل الفارق. يبحث عن تدليل الفارق. يمشي على طول الكرة تاني من جديد. ملعوبة الكرة تاني لصالح فريق نادي الفجيرة. ست دقائق الأخيرة. على نهاية زمن وأحداث هذه الليلة الجميلة. مباراة إماراتية مصرية جميلة. مباراة ممتعة الحقيقة. فريق النادي الأهلي يقدم مباراة ممتعة ممتعة ممتعة. أدي على طول هلال سعيد. المدافع الكبير جدا مع فريق نادي الفجيرة. مين ينسى هلال سعيد نجم المنتخب الإماراتي والنجم الكبير وادي دييغو أرماندو مارادونا. كانت لقطة معبرة جدا في الأبطال الثاني مع عمر عبد الرحمن. شوف الإشادة لما جيلك من دييغو أرماندو مارادونا. وادي المدرب حسام البدري ده الناجح. ده المدرب الناجح. مدرب الحقيقة فخر للكرة المصرية لأنه الآن بيحقق أرقام المدرب مانويل جوزيه. يحقق ارقام مانويل جوزي. مدرب حازم اضاف اضافات كبيره للنادي الاهلي. ارقامه تتحدث عن نفسها. 17 مباراه متتاليه. قيمه كبيره جدا في انضباط في التزام. كان ليه دور كبير جدا في اصراره على اللاعب ازارو. واصبح ازارو نجم كبير جدا 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 في تشكيله النادي الاهلي وقيمه كبيره يرتكز اليها في عمليه التهديف وقيمه كبيره. نظرة حسام البدري بإصراره على هذا النجم المغربي الكبير. ومع ذلك ينضم أزارو للمنتخب الوطني المغربي ويصبح الآن قيمة دولية كبيرة تضيف لمنتخب بلده. وأيضا النادي الأهلي الحقيقة أضاف إليه الكثير والكثير. عادته وكعادة كل اللاعبين اللي بيرتدوا قميص النادي الأهلي. تمشي على طول الكرة تانية أهلاوية في نص الملعب. التحضير بالنسبة لصالح غالي. نعم النهاردة عاجبني أوي حسام غالي. النهاردة النجم الكبير حسام غالي. وهشام محمد ده لعيب جامد جدا. واحد من ابناء بدر رجب دول. خلي بالك بدر رجب ده واحد يعني من اللي عينيهم رائعه جدا. يا ريت الاتحاد المصري لكره القدم ده يعني يهتم ببدر رجب. بدر رجب عنده عين ما شاء الله ثاقبه وجاب نجوم كتيره وعنده عين كويسه. ودي خلي بالك ربنا ما بيداش لحد كتير. العين الكويسه اللي تختار اللعيب الصغير من المراحل السنيه دي مش حد ربنا بيديله الكلام ده كتير. لا ده حد بيبقى عنده حاسه ثانيه ورؤيه ثانيه وشكل ثاني وعنده منظوم اخر وعنده خبرات وعنده قيمه كبيره جدا. نتمنى ان شاء الله توفيق لكل المدربين المصريين. كل المدربين المصريين. تمشي على طول الكره ثاني طويله اماميه. انطلاقه ثاني بالنسبه لصالح فريق النادي الاهلي. الاهلي بشبابه، الاهلي بخبراته بقدراته بمجموعه اللعيبه اللي انضموا لهذا المساء. النادي الاهلي اللي اتى الى هنا الى دوله الامارات العربيه المتحده والى الفجيره الجميله وعنصر المهاجم او عنصر الاسترايكر مش موجود معاه نظرا للظروف اللي بيمر بيها لمعظم اللاعبين مع المنتخبات الوطنيه. موضوع اتكتب على الاهلي. يكتب الان الفجيره كره عرضيه لكن تمشي في الاخير الى ركله ركنيه. ركله ركنيه نادي الاهلي. وادي على طول محمود صابر الجزار. لاعب محمود صابر اللعيبه الناشئين اللي شاركوا في الافطايم الثاني مجموعه الصغار اللي ان شاء الله يكون كبار مع النادي الاهلي. يكونوا كبار مع فريق النادي الاهلي في السنوات المقبله ان شاء الله من عمر البطولات القادمه بالنسبه للقلعه الحمراء. اخر دقيقتين خلاص على الليله التاريخيه. الليله التاريخيه الليله الكرنفاليه جميله. اذا شكرا للفجيره. شكرا للفجيره. شكرا لكل من وقف على هذا اللقاء الجميل. وصل الى هذه الليله الجميله. ليله كرنفاليه جميله. حضور جماهيري مصري جميل يزين جنبات الملعب. النادي الاهلي كان اختيار من وجهه نظر اختيار موفق جدا جدا لنادي الفجيره. نادي البطولات ونادي القرن والنادي اللي لسه متوج بلقب الدوري المصري
واللي بيعيش ايام سعيده وايام جميله، سواء مع مدير الفني حسام البدري او سواء مع الاسم الكبير جدا محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والاسم الجديد ان شاء الله اللي خدها مني بضمان عصام عبده ان شاء الله ربنا يديله كثير وكثير من الصحه يوصل النادي الاهلي الى ابعد مدى في التاريخ. خدها مني بضمان عصام عبده. محمود الخطيب كقيمه وكاستراتيجيه وكحب وكعشق وكتاريخ، وواحد يعرف كل حاجه عن كره القدم، يعرف كل حاجه عن كره القدم، يمشي على طول عن طريق حسام غالي، لكن النهارده في خطا وفي تسلل. مكسب كبير، عمل مباراه العمر النهارده حسام غالي، لكن في تسلل، اثنين مساعدين 100 100. اثنين مساعدين وطاقم تحكيم الحقيقه اهني الامارات عليه. طاقم تحكيم اماراتي شاب اهني الامارات عليه. يا رب ان شاء الله نشوف علي بوكسين ثاني بسبع مباريات في المونديال يا رب. سبع مباريات في المونديال على بوكسين وجمال الغندور وعصام عبد الفتاح وسعيد بالكوره وعلي بن ناصر والاسماء العربيه الجميله اللي مثلت الكره العربيه في المونديال حكم عربي مغربي ادار النهائي فرنسا وحكم عربي اماراتي على بوكسين وصل للسيمي فاينل من هذه الكاس العالميه الكبيره. حسام غالي شوف شوف الشكل، شوف النادي الاهلي كده في كل فتره من الفترات عنده واحد من البرنسات الكبار، حسام غالي واحد منهم، واحد منهم، وهو كادر، حيكون كادر في السنوات القادمه، حيكون كادر في السنوات القادمه. تمشي على طول الكره ثانيه طويل اماميه، كله حسب العطاء وحسب الاجتهاد. والرجال تعرف وقت الشده، الرجال تعرف وقت الشده. ترجع الكره ثانيه على طول بالنسبه لحارس المرمى النادي الاهلي باربع اهداف بهاتريك جميل بالنسبه للاعب اسلام محارب، وهدف على طريقه النجم الكبير جدا كافاني. يسجل حسام غالي هدف ولا احلى، هدف ولا اجمل في هذا المساء، هدف قد يتذكره حسام غالي كثيرا، سبحان الله. هدف بتاع حسام غالي النهارده يزين هذا الكرنفال ويفكرك ان حسام غالي يعني هدف مباراه الفجيره هتفضل يعني عالقه في الاذان بالنسبه لعاشقه ومحبي حسام غالي. يمشي على طول الكره ثانيه اماميه، انطلاقه بالنسبه للجانب الايمن، واحد ضد واحد سيتويشن، العرضيه العرضيه، لكن خلاص مجموعه اللعيبه اللي نزلت لم تضف الكثير الحقيقه، بينما حارس المرمى الحارس فهد الضنحاني هو الحارس الوحيد من ثلاث حراس تناوبوا على حراسه مرمى الفجيره، شباكه لسه لحد الان عذراء. الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع، تمشي على طول الكره ثانيه طويله اماميه، انطلاقه في الامام، لكن على طول ثاني يطلع الدفاع، يطلع دفاع، يضغط النادي الاهلي، يضغط النادي الاهلي. انطلاقه جميله ممتازه على طول تاني في نص الملعب اماميه، يلعب على طول الكره تاني، حضور جماهيري جميل جدا جدا. يتقدموا في هذا المساء الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، شخصيه الشابه الجميله العاشقه والمحبه جدا للرياضه، واللي اضاف اضافات كبيره جدا وداعم كبير بالنسبه لنادي الفجيره، والحقيقه اللي ليه شكر كبير جدا في هذا المساء على هذه الليله الجميله، حضور جماهيري واسطوره من اساطير كره القدم تحضر الى هنا الى الفجيره النادي الاهلي. اذا الليله ليله المكاسب العديده، ليله المكاسب الكبيره والمكاسب الكثيره. النادي الاهلي استفاد استفاده كبيره جدا انه احتك النهارده امام نجوم كبار، واستمتعنا بشوطين ولا في الاحلام. يمشي على طول الاهلي في طريقه للضنحاني، الضنحاني عاوز يحافظ على شباكه، يضغط الاهلي خلاص الامطار الاخيره، الاهلي بتاع الدقيقه 95 و97 و690 لا يكل لا يمل، ما عندوش حاجه اسمها وقت ضايع ابدا. النادي الاهلي لعيبه بتتربى على كده منذ الصغر، لعيبه بتتربى من الصغر على هذا الكلام، لذلك النادي الاهلي عنده نسبه على فكره عالميه في تسجيله للاهداف ما بعد الدقيقه 90، ما بعد الدقيقه 90. تمشي على طول الكره تاني على طول عن طريق حارس المرمى، تمشي عن طريق حارس المرمى، يلعب على طول الكره تاني من جديد، انطلاقه بالنسبه لصالح فريق نادي الفجيره. انطلاقات ممتازه واداء ممتاز جدا بالنسبه لمجموعه اللاعبين، روعه روعه روعه. اذا الفجيره، الفجيره حصن الذهب، القلعه الحمراء الجميله، الفجيره الشامخه بجبالها الجميله، جبال الفجيره الجميله والاجواء السياحيه الجميله والمتعه الجميله والتطور الجميل الحقيقه في السنوات الاخيره، من كل زياره تحس بجديد، بعد كل زياره تحس بجديد. يحاول الفجيره الان يزور النادي الاهلي في دفاعاته، لما مباراه جميله جدا استمتعنا بها الحقيقه، وبكل النجوم اللي شاركوا النهارده في هذا المساء، بكل النجوم اللي شاركوا في هذه الليله، ياسر القحطاني نجم الكره السعوديه، عمر عبد الرحمن نجم الكره الاماراتيه، ومجموعه الرفاق المحترفين
ولاعبي نادي الفجيرة بقيادة دييغو أرماندو مارادونا، وشفنا النادي الأهلي العظيم بقيادة طبعا حسام البدري وبقيادة الكابتن حسام غالي اللي أدى مباراة جميلة 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 من وجهة نظري في هذا المساء. حتى الطاقم التحكيمي النهارده مكسب بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة الحمادي. ركلة حرة مباشرة خلاص أخيرة، الأمطار الأخيرة في ليلة جميلة، ليلة مصرية إماراتية، إماراتية مصرية، ليلة جميلة جميلة. شكرا لكل الحضور الجميل أيضا اللي حضر النهاردة الحقيقة وزين جنبات الملعب سانسيرو الفجيرة النهاردة مع الفريق الأهلاوي 1-4. وآخر كرة، آخر كرة، كرة من بعيد والتسديد ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حلوة 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 للصبح، يا سلام عليك يا علي ممتاز. هذه التسديدة من كسوك وعمر، لكن شوف الدايفنج، شوف شوف الدايفنج، شوف طارق سليمان عامل شغل، طارق سليمان عامل شغل مع حراس مرمى النادي الاهلي، وامسية كروية جميلة، جهاز فني وطني مع الاهلي، جهاز فني وطني مع الاهلي. ان شاء الله البطولة الافريقية تكون تاريخ جديد بالنسبة للبدري ورفاقه. يطلع على طول الاهلي صافرة حكم اللقاء الحمادي، يضغط فريق نادي الفجيرة، الحكم مستمتع باللقاء مش عاوز ينهي، عرضية خطيرة جميلة جميلة، دايما لقاءات الأشقاء كده تحس إن هي مش عاوزة تنتهي مش عاوزة تمشي. استمتع الأهلي باللقاء واستمتع نادي الفجيرة باللقاء، واستمتعنا حتى بالصفارة التحكيمية. مبروك لنادي الفجيرة لقاءه واحتفاليته الجميلة، ومبروك أيضا للنادي الأهلي طبعا في أداء جميل جدا، مباراة كاملة الأوصاف، مباراة متعددة المكاسب بالنسبة لنادي الفجيرة وبالنسبة لإمارة الفجيرة على أعلى مستوى. حسن ضيافة جميل، استمتعنا بمجموعة كبيرة وشفنا وجبة كروية جميلة أبرزها طبعا النجم الكبير عمر عبد الرحمن.